في طبعا في حضور، في ناس هيجوك لسه يعني، شايف في ناس بيسألوا في الجروب بتاع الواتساب. هذا صحيح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في اليوم الثاني من دورة مهارات فن وإتقان التحليل الإحصائي للبحوث العلمية، بيقدمها دكتور إياس جعفر تطوعا عبر منصة الباحثين السودانيين. نرحب بكل الحضور في اليوم الثاني للمحاضرة، و دكتور إياس the floor is yours. Thank you very much. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى. الصوت بيقطع يا دكتور. شكل الإنترنت عندك دكتور ياس. وعنوان الكريم ونقصد بالعمليات الصوت بيقطع يا دكتور، طبعا ما سمعنا اي حاجة الا بس نكمل ما انقطع من الحديث دي. كنا بنركز في دورتنا دي على، بالذات في المقدمه منها، على اساسيات مفاهيم الاحصائيه. مفاهيم الاحصائيه التحليل الإحصائي. يا دكتور، ممكن تعمل شيرنج للسكرين؟ يبدو انه في مشكله في الصوت، عندي انا ولا عندي؟ تعرضنا مع بعض عملنا امس عمليه التحليل الاحصائي، تعرضنا للمراحل السته. السكرين شيرنج يا دكتور، والصوت بيقطع شويه بس. السلام عليكم. عليكم السلام. شكله في تقطيع جد شديد جدا اليوم، عارف ايه؟ صحيح صحيح.
طيب، فكنا استعرضنا امس اهم 6 مراحل في عمليه التحليل الاحصائي، واليوم حندخل في تفاصيل هذه المراحل. يعني حناخذ اليوم هنشوف كل مرحله من هذه المراحل ما هي محتوياتها وما هي عناصرها، و ايضا بسم الله الرحمن الرحيم نحاول نربط الربط المنطقي بين كل مرحلة وأخرى. هذا الربط المنطقي في نهايته هو عبارة عن إيش؟ بنكون حققنا الهدف بتاع الدورة التدريبية حقتنا. في مداخلة ولا حاجة؟ من شايف سمعت صوت حد بيتكلم؟ تمام، ما أفتكر. طيب، امس انا كنت براجع في ملاحظات الحاضرين على الفيسبوك، فكان في واحد من المشاركين يعني الحاضرين بيعلق على بيقول يعني اهداف البحث لا يمكن ان تكون في مؤخره مهارات اختيار الاختبار الاحصائي المناسب وتصميم الاستبانه أو البيانات أو تكوين البيانات أو تصميم البيانات لا يمكن أن يسبق عملية أهداف البحث. طبعاً السلايد دي ما المقصود بها الترتيب؟ يعني أنا لما ذكرت 3 عناصر دي اللي هي البيانات والتشخيص واختبارات الفروض أو أهداف وفروض البحث، ما قصدت الترتيب، وإنما دي العناصر المكونة لي هذه المهارة، هذه هي العناصر المكونة لهذه المهارة وليس الترتيب فيها. يعني الترتيب ليس هو المحور في المسألة كلها، وإنما هذه العناصر هي التي تكون هذه المهارة اللي هي مهارة اختيار الاختبار الإحصائي المناسب. حتى عندنا هنا في مهارة تحديد البيانات وتصميم العينات البحثية ليس مقصود هنا الترتيب، إن البيانات تسبق عملية السامبلينج تسبق عملية الفيريبل، وإنما هذه 3 عناصر هي التي تكون المهارة الخاصة بتحديد البيانات وتصميم العينات البحثية. يعني هذه المهارة ليس الترتيب فيها كل عنصر يسبق الآخر، يعني الترتيب ليس فيها هو الشرط، وإنما احتواء هذه المهارة لهذه العناصر هو الشرط الأساسي. إن شاء الله وجهة نظري وضحت يعني. طيب، وبالتالي ديفينتلي طبعا انا من خلال اهداف البحث انا اصمم الاستبانه، صح؟ اهداف البحث هي التي تساعد الباحث في انه يصمم الاستبانه، وبالتالي بعد كده يبدا يحلل هذه الاستبانه عشان يحقق هذه الاهداف، اهداف البحث. اذا الترتيب هنا ليس هو الشرط، وانما احتواء العنصر في هذه الشريحه هو الشرط الاساسي. طيب، نرجع لموضوعنا. قلنا عندنا هنا المهارة الخاصة بمعرفة العناصر 6 المكونة لمراحل التحليل الإحصائي. طيب، هنا بهمنا إنه نعرف تفاصيل كل مرحلة من هذه المراحل، طيب، هنبدأ بالبيانات طبعا، هنبدأ بالداتا البيانات. طيب، البيانات اللي بيحتاج لها الباحث عشان يحللها دائما، طبعا دي البيانات النوعية، يعني النوع ده من التحليل خاص بالبيانات النوعية. فمثلا طبعا بيكون عندنا نوعين دائما من البيانات بيتعامل معاهم الباحث. النوع الأول بسميها البيانات المقطعية، عايز يعني يكون عندك بيانات مقطعية يسموها cross section data. فكرة الكروس سكشن داتا قائمة على أن يكون عندك مجتمع population، وهذا المجتمع بتاخذ منه عينة سامبل، دي بسموها كروس سكشن داتا، اللي هي تتعامل مع مجتمع معين. هذا المجتمع بتاخذ منه قطعة معينة، هذه القطعة بنسميها نحن السامبل، و هذا السامبل طبعا في النهايه السامبل عباره عن
السامبل عبارة عن جزء من كل. يعني البيانات المقطعية فكرتها مبنية على أنه الجزء يحمل خصائص الكل، يعني أنت تتعامل مع العينة أفضل مما تتعامل مع المجتمع ككل. طبعا ده بيوفر عليك الجهد المالي والجهد البدني ويوفر عليك الزمن. فالعملية بتاعت السامبلينج هي حاجة سمارت rather than the total survey اللي هو المسح الكلي للمجتمع، لأنه الفرضية العلمية القائمة عليها عملية السامبل إنه الجزء يحمل خصائص الكل. الفكرة بتاعت السامبلينج، نوع البيانات بتاعت السامبلينج يسموها cross section data، إن أنت طالما بتتعامل مع بيانات مع سامبلينج معناه أنت بتتعامل مع cross section data، هذا concept للconcept بتاعنا. طيب في نوع ثاني من البيانات يسموها بيانات السلاسل الزمنية، دي أنا بسميها quantitative data، أنا بسميها كده يعني quantitative data، والبيانات cross section بسميها qualitative data، دي qualitative and this is quantitative data. فالبيانات السلاسل الزمنية اللي هي دائما تستخدم أغلبها في البحوث الاقتصادية والتجارية والإدارية، قائمة على فكرة أنه ما حدث في الماضي قابل للحدوث في الحاضر والمستقبل. يعني الأحداث أو القيم التي حدثت في الماضي يمكن أن تتكرر في الحاضر والمستقبل، دي فكرة البيانات السلاسل الزمنية اللي هي quantitative data، والبيانات المقطعية اللي هي cross section data. في نوع ثالث من البيانات اللي هو الدمج بين النوعين دول مع بعض، يعني انا ادمج بين بيانات السلاسل الزمنيه والبيانات المقطعيه بسموها البانيل داتا. بانيل داتا، البانيل داتا اللي هي عباره عن بيانات مقطعيه وفي نفس الوقت سلاسل زمنيه. طبعا التمييز بين النوع من النوعين من البيانات بهدف ايش؟ بهدف اساسي اللي هو انه هذا النوع من البيانات اللي هي كروس سكشن داتا، تحليلها وأدوات التحليل المستخدمة فيها تختلف تماماً عن أدوات التحليل اللي تستخدم في بيانات السلاسل الزمنية Time Series Data. يبقى التمييز مبني على فكرة إنه نوعية التحليل والأدوات التحليلية اللي تستخدم في البيانات المقطعية Cross Section Data تختلف تماماً عن الأدوات التحليلية الإحصائية المستخدمة في Time Series Data. تمام؟ لذلك دي أنا بسميها qualitative data ودي بسميها quantitative data. طيب ده بما يتخص يختص بالبيانات، ما يختص بالبيانات. حتى البانيل داتا، البانيل داتا اللي هو الدمج بين النوعين من البيانات اللي هي cross section والtime series، حتى البانيل داتا نفسها الأدوات التحليلية المستخدمة فيها تختلف عن الأدوات المستخدمة في البيانات المقطعية والبيانات السلاسل الزمنية. يعني نوعية الأدوات المستخدمة في التحليل تختلف هنا وهنا. طيب هنجي نشوف الفاريبلز أيضا كعنصر أساسي في عملية التحليل الإحصائي. الفاريبلز طبعا البيانات هي عباره عن variables، الداتا هي عباره عن variables، مجموعه متغيرات. هذه المتغيرات فيها متغيرات نوعيه اللي هي qualitative variable. qualitative variable يعني متغيرات نوعيه او متغيرات لا يمكن قياسها، يعني لا تقاس بالارقام وانما تصنف بتصنيفات معينه، دي بسموها متغيرات نوعيه او اسميه او وصفيه اللي هي qualitative variable. فيها طبعا الordinal qualitative variable وفيها النومينال qualitative variable اللي هو لأن يكون عندك متغير اسمي أو وصفي، يكون عندك متغير ترتيبي ordinal، دي في qualitative variable. طيب في أمثلة ليها مثلا لنوع الوظيفة، يعني المبحوث أو الشخص اللي أنت بتسأله سؤال في الاستبانة بتسأله مثلا عن نوع الوظيفة، وهنا نوع الوظيفة بيجي بيكون متغير نوعي أو اسمي أو وصفي، وهو في الحالة دي طبعا بيكون نوع الوظيفة nominal variable
كواليتاتيف نوع من الفاريبل او مستوى المعيشه. مستوى المعيشه مثلا تسال المبحوث مستوى المعيشه يعني ممكن يكون مستوى المعيشه مرتفع متوسط منخفض. المستويات هنا عباره عن متغير نوعي يدخل في تصنيف الاوردينال فاريبلز اللي هي متغير نوعي ترتيبي. هذا يعني طبعا في العلوم الاقتصاديه والاداريه مثال مثالين يعني. طيب في العلوم الطبيه مثلا فصيله الدم فصيله الدم او نوعيه فصيله الدم طبعا ده بيعتبر كواليتاتيف فاريبل كواليتاتيف فاريبل وبيجي في اطار النومينال فاريبل لانه التصنيف هنا ما عنده علاقه بالترتيب او بالقيمه. يعني فصيله الدم A ولا AB مثلا ما في واحدة فيهم مستواها أعلى من الثانية. يعني هنا التصنيف المتغير نفسه الكاتيجوريزيشن بتاعته ما في التصنيف ما عنده علاقة بالمستوى وبالتالي يعتبر تصنيف اسمي أو وصفي يتميز كله مجموعة من المجموعة الثانية. يعني بالتالي فصيلة الدم يعتبر هنا متغير اسم نوعي وفي نفس الوقت اسمي او وصفي يعني nominal qualitative variable. طيب النوع الجندر جندر ممكن ايضا يعتبر متغير qualitative وصفي او اسمي وما ممكن يكون ترتيبي طبعا الا لو عندك مثلا تصنيف لحاجات معينه بتميز بها النوع الميل عن الفيميل بالتالي ممكن يصبح ترتيبي في الحاله. طيب في الهندسه مثلا في نوع الاسمنت مستخدم في العمليه الانشائيه مثلا او في حي في المهندسين عندهم حي اسمها المضافات الكيميائيه اللي هي اللي يسموها الميكشر فممكن المضاف الكيميائي المستخدم ده ايضا يعتبر متغير متغير نوعي او نوع الاسمنت المستخدم مثلا اسمنت عطبره ولا اسمنت مثلا مصري او واتس ايفر هنا بيكون متغير ايضا نوعي اسمي او وصفي. اذا ده فيما يختص بالمتغيرات النوعيه. طيب انا ليه هنا في الشريحه دي بميز بين متغير نوعي ومتغير ثاني حشوف متغير كمي. لانه عمليه التمييز التمييز بين نوعيه المتغيرات مهمه في حاجتين في التحليل الاحصائي. مهمه في الجانب الخاص ب في الجانب الخاص بنوعية الإحصائيات اللي هستخدمها أنا لأنه الإحصائيات اللي هستخدمها في المتغيرات النوعية تختلف عن المتغيرات الثانية. ومن جانب آخر من ناحية إدارة البيانات يعني أنا بعدين لما نجي أدير البيانات في برنامج الإسبيسيس إدارة البيانات للمتغيرات النوعية عندها طريقة معينة وبالنسبة للمتغيرات الكمية عندها طريقة معينة. لذلك تصنيف المتغيرات مهم جدا في هذه المسألة. إذا تصنيف المتغيرات مهم في عملية استخدام الأدوات الإحصائية ومهم في عملية إدارة البيانات على برنامج الإسبيس. طيب هنجي أيضا للنوع الثاني من المتغيرات يسموه المتغير الكمي في الإسبيس يسموه scale variable أو متغير قياسي. طبعا المتغير الكمي اللي هو quantitative variable معناها متغير أنا بقيسه أو يتم قياسه بطريقة معينة. يعني المتغير الكمي يعني عنده وحدة قياس معينة متغير عنده وحدة قياس معينة ويختلف عن المتغير النوعي. يعني المتغير بيقيس لك الظاهرة أو المتغير بوحدة قياس معينة ممكن وحدة القياس دي تأخذ شكل رقمي طبعا وبالتالي تصبح حاجة كمية كده يسموه متغير كمي او كوانتيتيف فاريبل. في الاس بي سي يسموه سكيل فاريبل او يسموه سكيل. طبعا امثله اليوم مثلا في الاقتصاد والاداره عندك مستوى الدخل مستوى دخل المشارك او مستوى دخل المبحوث بالاستبانه. طبعا مستوى الدخل ممكن يكون بالجنيه بالدولار باي عمله او باي فئه. عدد سنوات الخبره طبعا ممكن ايضا عدد سنوات الخبرة يعتبر متغير كمي لأنه
متغير يقيس او يقاس بالارقام. عندك في العلوم الطبيه مثلا عدد كريات الدم البيضاء مثلا، عندهم حاجه اسمها دبليو بي سيز، يعني عدد كريات الدم البيضاء طبعا بتتقاس بالارقام برضو في مساحه معينه. في عدد كريات الدم الحمراء، في مؤشر مثلا، مؤشر معدل الضغط مثلا، نسبة السكر في الدم، كل هذه تعتبر متغيرات كمية، متغيرات كمية. طيب في الهندسة في حاجة اسمها الكونكريت سترينجز اللي بيستخدموها في الإنشاءات، يعني درجة المقاومة بتاعت الخرسانة. كونكريت سترينجز بيكون عندها برضه طبعا، عندها بتقاس بحاجة اسمها نيوتن مليمتر سكوير، بتقاس بمعامل نيوتن طبيعي اللي هي درجة مقاومة الخرسانة. أيضا في مثلا حاجة اسمها الستامب تيست، اللي هو فيها عندهم حاجة اسمها درجة هبوط الخرسانة، بتقاس أيضا بمقياس معين. مثلا درجة هبوط الخرسانة ممكن تكون 10 سنتي، 8 سنتيمتر، 15 سنتيمتر. الاختبار أيضا بيدعم للخرسانة، يتأكدوا من جودة نوعية الخرسانة المستخدمة. فدي دي أمثلة لأنواع البيانات يا أخوان، سوري، الانواع المتغيرات. تمام، ارجع للنقطه الثانيه مهمه جدا، ليه انا بميز بين ليه بميز بين نوعيه المتغيرات، ليه بميز بين متغير نوعي وكمي؟ لسببين. السبب الاول، الاداه الاحصائيه اللي هستخدمها بعدين في المتغيرات النوعيه تختلف تماما عن الاداه التي تستخدم في المتغيرات الكميه، ما عندهم علاقه ببعض نهائي. الحاجة الثانية المهمة جدا، انه من ناحية منهجية ايضا، نوعية المتغيرات، المتغيرات النوعية طبعا من ناحية إدارة بياناتها على المتغيرات الكمية. يعني انا من ادخل البيانات بعدين على الاس بي اس لازم اعرف نوع المتغير بتاعي اللي هتعامل معه، هل متغير كمي ولا نوعي. فاذا كان متغير كمي فعنده طريقه تعامل معينه في الداتا مانجمنت اس بي اس. متغير الكمي عنده طريقه معينه، المتغير النوعي عنده طريقه معينه. خلاص، دي السببين اللي بيخلوا الاحصائيين يميزوا بين المتغيرات الكميه والمتغيرات النوعيه. دي السببين الاساسيه. لو في حد عنده اي ملاحظه هنا، ما في سؤال ولا ملاحظ ولا اي حاجه؟ ممتاز جدا يا دكتور، شكرا لك، ماشي كويس جدا. وعليكم يا دكتور. طيب، عليكم السلام. ايوه تفضلي. بالنسبة لتقسيم المتغيرات من ناحية المتغير التابع والمستقل، ما تكلمت عن حتي. أيوة صح. طيب نحن طبعا في الجزئية، في الجزئية هذه نتعامل مع principal analysis. طبعا في حاجة اسمها one variable analysis، صحيح، variable analysis، في حاجه اسمها more than two variable analysis. احنا الان بنعمل تحليل او بنتكلم او بنحلل متغير من الليلة. النت شكله كعب شديد يا دكتور. مشكلة حقيقية والله صراحة. ها؟ مشكلة حقيقية، الصوت أغلبية الزمن الصوت كعب جدا. الله ربنا يحفظ الأمور إن شاء الله. إن شاء الله.
الياس شكله طلع، هنرجع ثاني. شكله دكتور ياس بس طلع وحيعمل حيخش ثاني. راغبين معكم احنا. ايوه موجود. هو لسه ما جا راجع. بس على العموم احنا متابعين هو خارج يعني. شكله عنده مشكلة كبيرة في النت. يا عزيز طارق معلش ممكن تنبه الناس انه يساعد الدكتور يقفل الكاميرات لانه يعني تكون في كاميرات كثيره خاشه برضه بتعمل مشكله. يا ريت لو ايوه انا موجود معكم ان شاء الله معلش. والله ما شايف في كاميرا لكن لو في زول هاي لو في زول فاتح الكاميرا ممكن يكفيلها يعني. هي الكاميرا ما اظن تاثر، اللي بياثر اكثر شيء المايك لما يكون فاتح على محترم. المايكات برضه مقفولة. طيب لا هو انا بلاقي الكونكشن عندي هنا انا بفصل ما مثلا ما منكم يعني. طيب نكمل بس كده سامعني كويس؟ الصوت كده واضح دكتور. الصوت واضح. الصوت واضح يا دكتور. الصوت واضح. طيب قلنا كم التغيير التابع والتغيير المستقل وكده، تكلم عن انواع المتغيرات كده. طبعا نحن نتكلم الآن عن المتغيرات variable analysis. variable analysis more than two variable analysis. يعني أنت بتحلل، هل بتحلل متغير واحد ولا بتحلل متغيرين ولا بتحلل أكثر من متغيرين؟ طيب طبعا كله مناسبة كل نوع من أنواع المتغيرات دي، يعني كان إذا كان متغير واحد أو متغيرين أو ثلاثة أو أكثر من اثنين فعنده طريقة تحليل تختلف لأنه الهدف نفسه من التحليل بيختلف من التاني. طيب الحتة دي مهمة وين؟ في إنه أنا الآن طبعا إحنا حسب الكورس بتاعنا حنغطي بعدين لحد تو فيريبل أناليسيس، يعني حنشتغل لحد تو فيريبل أناليسيس. يعني حنشتغل الوان فيريبل أناليسيس، حنشتغل التو فيريبل أناليسيس. في التو فيريبل أناليسيس بنلاقي في حاجة اسمها الكوزيشن أند ريليشن، يعني أنت عايز تكون تختار العلاقة بين المتغيرين. وهنا تو فيريبل أناليسيس. فهنا في الحاله دي لازم تميز متغير من متغير ثاني. هتجي تسمي متغير تابع ومتغير مستقل، ها هتسمي ديبندنت اندبندنت فيريبل، هتسمي متغير اكسترنال اكزوجينس فيريبل اندجينس فيريبل. طبعا هي نفس المعنى اللي هو متغير داخلي ومتغير خارجي او متغير تابع او متغير مستقل. فدي طبعا في التو فيريبل اناليسيس. لكن طبعا الحته بتاعت تصنيف المتغير من بعد واحد اللي هو qualitative and quantitative variable، دي هي المقصود منها في التمييز بين متغير نوعي وكمي. يعني انت اصلا هيكون عندك في الاصل يا متغير نوعي تصنيفي لا يمكن قياسه بالارقام، او هيكون عندك متغير كمي رقمي يتم قياسه بالارقام. انت لازم تميز بين النوعين من المتغيرات، مهمه جدا حتى. يعني انت لازم تعرف المتغير حتتعامل معه هل كمي ولا نوعي. يعني مثلا نرجع في المثال حقنا بتاع امس، قلنا عن السكونه، عم نتكلم عن السكونه. المتغير بتاعنا التارجت فيريبل حقنا اللي هو الويت، مش كده؟ التارجت فيريبل الويت ولا ما كده يا اخوان؟ طيب الويت ده في متغير كمي ولا متغير نوعي؟ كمي. الويت ايوه وصلنا كمتغير كمي. اذا الويت ده بيجي بيقعد لنا بعدين هنا كمتغير كمي. طيب ثاني من المتغيرات اللي كنا نحن تكلمنا عنها امس الجندر مثلا، يعني المتغيرات الخاصه بالسمنه، الموضوع بتاع السمنه غير صحي هو كواليتيف نومينال كواليتيف كواليتيف نومينال ايوه يعني ايوه اللي مدير والتيتيف اوصلنا في الجندر المتغيرات الجندر وصلنا في المتغيرات الكواليتيف المتغيرات النوعيه.
الجندر بيكون كواليتاتيف. طيب في تاريخ الأسرة، تاريخ الأسرة بتتذكروا امبارح كان عندنا فيريبل تاريخ الأسرة، كان في واحد تكلم عن تاريخ الأسرة من المشاركين وقال كفيريبل ممكن يأثر على الويت. اها المتغيرات الكمية، نعتبر المتغيرات الكمية كيف؟ هذا نقدر نقيس تاريخ الأسرة؟ نقدر. نوعية مفروض تكون نوعي وصفي ولا أوردينال ترتيبي. طيب يلا تاريخ الأسرة هنا بيكون خياراته شنو يعني؟ أو طريقة قياسه كيف؟ هيستوري بتاع الأسرة في مثلا سمنة ولا ما؟ أيوة يا سلام. يعني هل موجودة سمنة؟ سمنة ظهرت على كم جيل من الأجيال السابقة؟ أيوة. طيب أول حاجة بسأل أنا هل السمنة موجودة ولا لا، مش كده؟ أيوة. يعني سؤال حيكون yes no ولا ما كده؟ أيوة yes no. خياراته yes no. اللي القلم بتاعي ده فيه مشكلة. خياراته yes no. طيب ده كده ترتيبي؟ ايوه يس نو، هنا هيكون ترتيب صح كده، لانه لو الاسره فيها حالات على السمنه يبقى 1 الكود بتاعه 1، ولو ما في ترتيب لو ما في تاريخ في الاسره بيكون 0. طيب يا دكتور ما لو ميل 1 لو في ميل 0. ايوه في الاخر انا حديها كيف؟ طيب ايوه معك صح. ايوه يبقى ترتيبي ولا صحيح. هو صح. لا هنا لما انا اقول ميل في ميل اصلا لما اصنفه باخد هنا وصفي، لكن بتعامل معاه بعدين في ادخال البيانات برمجه الاس بي اس ارقام كلها بتتاخد ارقام، لكن في فهم الهيستوري انا بقصد بواحد قيمه اعلى من زيرو. طبعا لو في حاله السمنه موجوده طبعا ديفينتلي المفروض يكون الكود بتاعه واحد مستواها واحد، ولو ما في حالة السمنة بيكون زيرو. كويس. طبعا لو مثلا انا لما اجي اخذت المتغير الفاميلي هيستوري اخذت تاريخ الاسرة حصنفه مع المتغيرات النوعية صح؟ حصنفه المتغيرات النوعية لكن في نفس الوقت حيكون اوردينال. حيكون اوردينال. ثاني مثلا ممكن تاخذ برضه في تاريخ الاسرة ممكن تاخذه من جانب ثاني، يعني مثلا زي قبل شويه في واحده شاركت قالت ممكن ناخذ أيوة ظهوره في كم جيل من الاسره، يعني هل هو موجود في الوالدين أيوة. ولا في الجد والجده ولا في صله غرابه ابعد يعني من كده. يا سلام جميل. طيب هنا ممكن برضه يكون اوردينال صح؟ لو انا اخذت الترتيب بتاع الجيل الاسره من اصغر من اعلى فادنى معناها برضه هنا قاصد اوردينال فيريبل. لو انا ما وضع الترتيب في الحسبان يبقى هو برضه كواليتاتيف فيريبل لكن شنو نومينال. نومينال ايوه. طيب ثاني شنو مثلا من المتغيرات امبارح تكلمنا عنها وقلنا يعني التايمينج من ايوه التايمينج اللي هو البيريود والتايمينج الفتره بتاعت الحجر. طيب الفتره بتاعت الحجر كانت متغير كمي ولا نوعي؟ كمي. هل حاجه كمي. قياس يعني ممكن نقيسها قياس ولا؟ قياس كمي. كمي. ايوه. صنفه انا كمتغير كمي في الكوتشنير اخذ معاه كوانتيتيف فاريبل. كوانتيتيف فاريبل. طيب يعني السبورت والرياضه دي بتكون يعني يعمل رياضه او لا يعمل رياضه، نعم او لا. ايوه صح. ممكن السبورت انا ممكن اساله عن يس نو، ممكن يكون السؤال بصيغته يس نو او ممكن اساله بمستويات، يعني ممكن اساله انه يكون اوردينال برضه
ممكن اسال مستويات يعني ممكن اوردينال اللي هو ممكن يكون كواليتاتيف صح اوردينال اسال مستويات الرياضه مثلا يمارس الرياضه مثلا بالدقيقه ممكن اساله تمام طبعا نوعيه حتى نوعيه الممارسه نفسها نوعيه الممارسه مثلا بيمارس الرياضه مشي ايوه او التمارين الرياضيه النوعيه الفتره المده المده الزمنيه على اسبوع ايوه كل هذه كل متغير او كل عنصر من عناصر المتغير الاساسي اللي هو السبورت ممكن اصنف ويبقى واحد فيهم مع المتغيرات النوعيه وواحد فيهم مع المتغيرات الكميه يعني مثلا فتره زمن بتمارس فيها الرياضه متغير كمي كويس نوعيه الممارسه النشاط الرياضي يعتبر متغير نوعي كويس مثلا اساله برضو عن عن شنو في الرياضه نوع الرياضة في حد ذاته نوع الرياضة ايوه حتكون متغير نوعي كواليتاتيف وهكذا طبعا برضو تقدير الطالب ممكن نصنفه شنو يا دكتور الجريد اوف ستودنت متغير كمي كويس الجريد انت بتعمل الجريد مش كده المعدل التراكمي تقصد؟ زي المعدل الكمي التقدير انا اقصد التقدير A بلس A B بلس تقدير الطالب يختلف لا التقدير ايوه التقدير A A بلس ايوه A A بلس B بلس وهكذا C لحد C ترتيبي لحد D ده بيعتبر شنو؟ ايوه تغير نوعي ترتيبي تغير نوعي ترتيبي اوردينال ترتيبي اوردينال ايوه ايوه كواليتيف اوردينال تمام؟ طيب اما لو انت بتتكلم عن الجريد معدل التراكمي من خمسه من خمسه من واحد لخمسه او من صفر لخمسه تطوالي بيكون كمي ده بتقول لانه متغير قياسي بتقيسه بمقياس او بوحده قياسيه معينه اي حاجه بتقيسها بالارقام تدخل في المتغيرات الكميه ما بتقيسها بالارقام بتصنفها تصنيف تعتبر متغيرات نوعيه طبعا الحته دي مهمه لانه بعدين المتغير الكمي في الاس بي اس اس طريقة التعامل معه بيختلف عن المتغير النوعي وكمان مهمة لأنه الإحصائية اللي هستخدمها بعدين هوريكم في نهاية الشرائح دي الإحصائية اللي بيستخدمها أصلا في كل واحد من النوعين دي من المتغيرات الإحصائية المستخدمة تختلف من بعض البعض يعني مثلا أنا لو بتعامل مع متغير كمي إحصائياتي يعني مثلا زي الجريد زي معدل زي تقدير الطالب هتعامل معه إحصائيا بطريقة بتختلف من المعدل التراكمي بتاع الطالب تقدير الطالب تقدير الطالب يستخدم معه إحصائيات معينة أما المعدل التراكمي للطالب هستخدم معه إحصائيات مختلفة من إحصائيات الموجودة هنا طبعا لو شلت دي خطيت هنا أو جبت دي هنا دي المشكلة هنا داتا دي حتة دار أدرب الناس عليها تديك طوالي meaning less result يعني مهمة جدا الحتة دي معلش طيب. إذا النقطة دي تانية يا دكتور النقطة دي مهمة شديدة يا إخوانا قلنا نحن نصرف أيوة. المتغيرات لسببين السبب الأول لأنه عملية إدارة البيانات على الاس بي اس اس للمتغير الكمي تختلف عن متغير النوعي ده السبب الاول سبب الداتا المستخدمه للمتغير النوعي تختلف عن الاحصائيات المستخدمه مع متغير الكمي يعني مثلا انا داير اعمل احصائيات على معدل التقييم للطالب هستخدم معاه لتقدير الطالب هستخدم معاه الاحصائيات الخاصه بالمتغيرات النوعيه هشوف بعدين في نهايه الليكشر طبعا التمييز بيناتهم طبعا ما بيعرف انت في النهايه تديه البيانات تنزلها له تختار احصائيات انت بتختار احصائيات فدبنت لو كنت اخترت احصائيه لمتغير بطريقه غير صحيحه بيديك يعني بيديك نتيجه بيطلع لك اوتبوت
هو طلع لك اوتبوت، لكن الاوتبوت الاس بي سي طلع الاوتبوت، لكن الاوتبوت تطلع بتكون meaningless result، يعني ما عنده اي معنى في السين ده. لذلك اختيارك الاحصائي السليم يجب ان نراعي نوعيه المتغير. المتغير يا دكتور الإحصائية المستخدمة معه محصائية. أيوة بس بالنسبة للمتغيرات أنا إذا كان عندي أسئلة إجابة طويلة، أو إذا كان أنا يعني بسأل في الكويشنير أنا فهمت سؤالك، ممكن أجاوب سامني؟ ما سمعنا سؤال كويس يا دكتور، تعيدوا لنا الثاني. أنا سمعت سؤال، بقول لكم السؤال. أنت سامعني أنا؟ سامعني؟ أيوة يا دكتور سامعين. بيقطع شوية كده بس. طيب هو بيقول سؤال وبيقول. طيب انا برضو بقطع ولا انا كويس؟ ما هي نظره المستقبليه ل فهمت سؤالك انا. سامعيني انا اجاوب لكم كده الناس. الصوت بس يوقف، الصوت ما كوي، ما واضح كده. الصوت وقف نهاية يا دكتور، ما في صوت. اي انا مش بعدل في حاجه كده. رجيف كده سامعني؟ كده واضح يعني. كده واضح. طيب هو سؤاله بيقول يعني لو نحن احيانا نكون عندنا في الكويشنير بعض، طبعا في الكويشنير في نوعين من الاسئله، في كلوز كويشن اوبن كويشن. يعني مثلا لو السؤال مفتوح كويس، وده سؤال يعني كيف انا اقدر اتعامل معه في التحليل الاحصائي. طبعا قبل تقريبا 8 سنوات محمد كان نوعيه من الاسئله المفتوحه ما بيقدر يحللها بالتحليل الاحصائي العلمي. الان في تطبيقات يعني ولا مقطع صوت برضه؟ لا في تطبيق الصوت بيقطع شديد. الو السلام عليكم شباب. مرحبا. ايوه الصوت واضح. ايوه هو بيسأل سؤاله عن نوعية الأسئلة. بيسأل بيقول ان الاسئله المفتوحه open questions، الاسئله المفتوحه كيف انا ممكن احللها. طبعا الاسئله المفتوحه عندك طريقتين، هي عباره عن انا سموها شويه اراء بتاعت مبحوثين. يعني انت بتدي الباقي مبحوث وجهه نظر، يديك وجهه نظر الاسئله دي وتعمل لها تصنيف من عندك وتصنفها من ضمن المتغيرات النوعيه، يا اما تستخدم معاها اداه بتاع التحليل، تحليل المحتوى، في حاجه اسمها تحليل ايه؟ المحتوى. طريقه التحليل، تحليل المحتوى.
تحليل المحتوى طبعا طريقه تحليل المحتوى بتختلف، يعني ما موجوده في الاس بي اس وانما موجوده في برامج احصائيه اخرى، في برامج احصائيه اخرى بتقوم بعمليه تحليل المحتوى. واضح الحته السؤال اللي جاوبت عليه انا؟ ايوه واضح، تسلم. تمام، يعني في طريقه مانوال انت مثلا تقوم تاخذ تصنيف او تمسك الاجابات لكل مبحوث تديها تصنيف، تديها كود معين، يعني تاخذ الملخص لكلامه تعتبر رايه مثلا مثلا مؤيد او رايه مخالف مع فكره معينه، لو كان مخالف تديه مثلا زيرو، لو مؤيد تديه واحد، لو مؤيد بطريقه عاليه مرتفعه تديه اثنين، وهكذا تعمل انت تصنيفات لكل الاراء الموجوده، وكل سؤال او كل تصنيف تديه كود معين، بعدين تيجي تتعامل معه as a qualitative variable qualitative ordinal او whatsoever. اما في برامج اخرى بتستخدم في تحليل المحتوى، يعني ممكن تعتبر انت النتائج بتاعت الاراء بتاعت المبحوثين دي كلها موجوده قدامك وبتتعامل معها بطريقه معينه، في برامج احصائيه متخصصه في تحليل المحتوى، الاس بي اس ليس منها. واضح؟ طيب بشكل عام طبعا الفاريبلز زي ما قلنا قبل شويه نوعين، السكيل او كاتيجوريكال فاريبل او سكيل فاريبل، متغير يكون قياسي او يكون نوعي او تصنيفي، والسكيل او الكمي، متغير الكمي ممكن يكون كونتينوس فاريبل او ممكن يكون ديسكريت فاريبل. كونتينوس مهم، التصنيف ده برضه مهم، كونتينوس يعني متغير مستمر كويس، يعني ممكن انا احسبه بالكسر العشري يعني يقبل معي الكسور العشريه كويس. اما الديسكريت هو متغير كمي كاون صح، لكن ما بيقبل نتعامل معه بالكسور العشريه كويس، زي عدد السياح مثلا في منطقه معينه او عدد المراجعين لمكتب معين كويس، او عدد العملاء في شركة معينة أو في مصرف معين. فالعدد عدد العملاء هنا ما ممكن يكونوا 15 ونص أو 24 وتلت، فهنا ده بيكون هو متغير كمي صح، لكن متغير كمي بسموه ديسكريت هنا، يعني لا يقبل الفاصل العشرية، يعني يعتبر متغير بسموه متقطع باللغة العربية، يعني في العربي بيقولوا متغير كمي متقطع، في متغير كمي لكن كونتينيوس ده اللي ممكن يقبل الفاصل العشرية. يعني مثلا انا ممكن اقول ممكن اقول درجة الطالب في المقرر من 10 درجات جايب 7.5 جايب 7.5 ممكن اقول جايب 3.5 ده بيتغير كونتينوس. طيب ممكن يكون كاتيجوريكال زي ما قلنا اوردينال ونومينال. طبعا اوردينال ترتيبي هو متغير نوعي لكن ترتيبي، والنومينال اللي هو تصنيفي تصنيف بين الفرق بيناتهم في عناصر معينه، يعني الفرق بين المتغير او عنصر المتغير او العنصرين في المتغير او ثلاث عناصر المتغير معين في مقياس معين او في حاله معينه. يعني مثلا هنا عندنا مثلا النومينال مثلا المواد اللي بيدرسها الطالب مثلا نومينال، ممكن يكون بيدرس الرياضيات واللغه الانجليزيه والعلوم والاداب او الفن او الفنون، وممكن يدرس برضه مثلا نقول اللغه الفرنسيه. هنا التمييز بين كل عنصر والثاني او كل كاتيجوري والثاني ما عنده مقياس معين، وانما التصنيف وفقا لنوع النشاط او نوع المحتوى نفسه. بالتصنيف هنا ما ترتيبي، نومينال. اي ممكن يكون برضه نومينال يعني مور ذان تو باينري، يعني ممكن يكون تو باينري نومينال زي مثلا ميل فيميل، ممكن يكون نومينال باينري، او ممكن يكون مور ذان تو اللي هو ملتي فيريت نومينال اللي هو اكثر من عنصرين. ممكن يكون الاوردينال زي ما قلنا قبل شويه، مثلا عندك الليكرد سكيل هنا
انك strongly disagree, disagree, not sure, agree, strongly agree, in ordinal. يكون نوعي لكن ordinal. And qualitative, no ordinal. وهكذا. Scale طبعا, definitely scale, اللي هو متغير كمي, زي ما شرحنا قبل شوية, ممكن يكون continuous أو ممكن يكون discrete. في عنصر او جانب ثاني مهم جدا في الـ في الـ في تصنيف المتغيرات, عنصر جانب مهم جدا اللي هو لو انا كان المتغير بتاعي ده كمي, معناها في الغالب هتعامل معاه مع البارامتريك ستاتستكس, مع ايه البارامتريك ستاتستكس عايز اللي هي الزيت والتي والاف. اما لو كان qualitative by definition هتعامل معاه بالqualitative statistics. ليه الفرق هنا؟ ليه؟ لانه distributions او التوزيع او نوع التوزيع اللي هستخدمه انا في المتغير هيتناسب مع نوعيه المتغير. يعني مثلا النورمال distribution هو في parametric statistics بيجي مع الكوانتيتيف فيريبل كونتينوس, كوانتيتيف اند كونتينوس, والنون بارامتريك ستاتستكس بيجي مع الديستريبيوشنز الخاص. الديستريبيوشن ما تلقاها دائما نورمال ديستريبيوشن, اللي بتكون النون نورمال ديستريبيوشن اللي مثلا في حاجه اسمها اليو ديستريبيوشن هو مان ويتني مثلا, او كاي سكوير ديستريبيوشن, او بواسون ديستريبيوشن, او باينوميال ديستريبيوشن. دي كلها بتجي مع النون بارامتريك ستاتستكس. و by definition the qualitative variables بيجي دائما مع non-parametric statistics by definition. يعني مستحيل يكون عندك qualitative variable متغير وصفي وتتعامل معه وين في parametric statistics, مستحيل. طبعا دي من الحاجات برضو مهمة منهجيا وعلميا مفروض الناس يفهموها, عشان ال SPSS طبعا من النهاية ما عنده مشكلة. أنا ممكن يكون عندي جندر مثلا وتعامل مع الجندر ده في التي تيست بطريقه معينه واديه الاوامر, ليش مش بيطلع لي النتيجه؟ طبعا بتكون مينينج ليس ريزلت. ليش مش ما بيفهم منه ده كواليتاتيف فيريبل المفروض ما يجي ما تعمل معه بارامتريك ستاتستكس او ما بتتناسب معه الديستريبيوشنز زي دي مثلا زد او تي او اف او كده, ما بيفهم كده. بيفهم دائما هو بس بينفذ الاوامر الداري. انت بالتالي كمستخدم للاس بي اس كمحلل تكون عارف انه دائما الكوالتيف فيريبلز باي ديفينيشن هي نون بارامتريك ستاتستكس, بتناسب معها بتكون دائما نون بارامتريك ستاتستكس. نحن في الكورس حقنا هناخد كاي سكوير هنا, ناخد عليه تطبيق ونشرح بعدين المساله دي اكثر. ولما تجوا معي في الانترميديت كورس اديكم له برضه ان شاء الله, هناخد برضو تطبيق مثلا حي اسمه مان ويتني. كويس, مان ويتني ايضا هنطبق. احنا طبعا في الكورس ده هنطبق على الزيت والتي والاف بعد ما نفهم النورمال ديستريبيوشن والنورماليتي تيست والحاجات دي كلها اللي هي بتجي مع البارامتريك ستاتستكس. طيب بعد ما احنا طبعا صنفنا المتغيرات حقتنا وعرفنا صنفها كويس, مرحليا دينا طبعا التمرحل هنا في الخطوات اللي عندنا سته دي في مراحل التحليل الاحصائي. مرحلية هنا بنجي لمرحله الاستيميشن بروسيس, دي مهمه جدا. طيب الاستيميشن بروسيس او مرحله التقدير بيكون دائما فيها مشكله. طبعا مرحله التقدير لو تركزوا معايا هيكون في اسئله شويه هنا, في عصف ذهني هنا في الشريحه دي مهمه جدا. طيب في مرحله التقدير دائما طبعا الباحث من السامبل حقته او من السامبل من العينه بيعمل على تقدير احصائيه باستخدام, هيستخدم العينه ويطلع احصائيه معينه. يعني مثلا امس نحن كنا بناخذ مثال, قلنا اللي هو المتغير بتاعنا اللي هو كان مش كنا نتكلم عن ان الويت, مش كده؟ فجينا نتكلم عن الويت, التارجت بتاعنا التارجت فيريبل حقنا الويت, وكيف نغدر الويت هنا. طبعا
عشان نقدر نشوف المشكله بتاعت الحجر الصحي اثرت على الاوزان ولا لا. طيب هنجي هنا بنقدر نقدر الويت بتاعنا من السام. طبعا ديفينتلي نفترض انه مثلا الدراسه كانت معموله على السودان. البي ده بسموه population parameter. parameter او parameter هو نفس المعنى اللي هو دي المعلومه حقه المجتمع اللي انا عايز اقدرها. تمام؟ دائما population parameter ده بيكون unknown. بيكون unknown. كويس؟ ليه بيكون unknown؟ تذكروا ليه؟ ليه population parameter بيكون unknown؟ لانه انا ما بعمل على population باخذ sample. تمام؟ لانه اصلا لو هو نون انا ما بعمل ريسيرش خلاص حلت المشكله كون عارفه انا صح؟ نعم. لانه انا مثلا انا الان بفترض انه في البحث حقي ليا انه الحجر الصحي اخذت فرضيه زي دي من خلال الملاحظه انه زاد الاوزان وبالتالي المشاكل الصحيه على النظام الصحي في الدوله حيرتفع. العبء الصحي على النظام الصحي حيرتفع. طيب الان انا عايز اقدر البوبوليشن عايز اقدر الويت بتاع المجتمع حقي فلا بد انه اتعامل مع السامبل عشان اقدر حاجه غير معلومه هو اصلا باي ديفينيشن انون اللي هو البوبوليشن باراميتر ده باي ديفينيشن انون. طيب انا دائما لما نعمل الاستيميشن ده بكون في بالي حاجه معينه انه دائما بيكون عندي مسافه بين الاس والبي. المسافه دي بيسموها الاحصائيين المارجن اوف ايرور. دائما لما تعمل استيميشن يوزنج السامبل بيكون عندك ايرور دائما بيكون عندك مارجن اوف ايرور. ذا بيتر ستاتستيك طبعا يكون الستاتستيك ده ماتشنج مع شنو؟ البوبوليشن باراميتر الانون يكون يعني قريب منه ما يكون بعيد. كل ما كانت احصائيتك دي دقيقه بريسايز اكيوريت معناها انت قريب من البوبوليشن باراميتر. كيف انا اعرف الاكيوريسي بتاعتي؟ بعرف الاكيوريسي بالمارجن اوف ايرور. اذا عندي ستاتستكس اللي هو الاحصائيه اللي انا بطلعها من السامبل وعندي population parameter بقوم بقارنهم ببعض. طيب كل ما كان margin of error high كل ما كان estimation بتاعي bad. I have a bad عندي bad estimation not accurate estimation accuracy بتاعي ضعيف. كل ما كان السامبل او السوري statistics قريبه من البوبوليشن باراميتر كل ما كان الاستيميشن بتاعي accurate precise estimation. سؤال ممكن يكون المارجن اوف ايرور بيساوي زيرو يعني ممكن المارجن اوف ايرور هنا بعدين في الاستيميشن ايكوال زيرو ممكن يساوي صفر مستحيل ما ممكن مستحيل يا دكتور صحيح يساوي أيوة زيرو مي؟ نعم ممكن لان بوبيليشن انون ممكن ما ممكن يساوي صفر. طيب 200 يساوي زيرو معنا طيب. انا اخذت العينات كلها كل السامبلز اشتغلت على البوبيليشن كله ايوه لو لما نعمل توتال كفرج يا سلام بالضبط كده لما نعمل توتال كفرج او لما نعمل توتال سيرفي ها معلش الليل الجيران بتاعي كعب موبايل اصلا منتهي الليل اكعب كمان لما نعمل توتال سيرفي كويس هنا طوالي على طول شنو بيكون عندي المارجن اوف ايرور زيرو. طبعا التوتال سيرفي ده بسموه شنو الاحصائيين تفتكروا بيتعامل دائما في المشروحات الكبيره تعداد سكاني تعداد سكاني السنسس صح؟ سنسس فلما انا اعمل التوتال سيرفي هنا المارجن اوف ايرور المفروض يساوي صفر. طبعا
ديفينتلي برضه بعد ما عمل التوتال سيرفي برضه المارجن اوف ايرور ما هيساوي، لانه اساسا انت ما بتعمل في السيرفي وعندك متغيرات جديده بتكون ظاهره. كويس، لو انا مثلا عايز اشوف الويت بتاع الويت بتاع السودانيس كلهم في الداخل وفي الخارج، داخل السودان وخارج السودان، اقدر اعرفه؟ الاستيميشن بالضبط. حتى لو عملت توست سيرفي لما تبدا باول واحد تصل اخر واحد بيكون في بوبوليشن جديد ظهر عندك هنا، صح؟ في نقصان في وفيات، ايوه، وبيكون عندك وفيات بالضبط كده، وبالتالي الوفيات دي المفروض ما تتحسب. تغيرت يا دكتور اول واحد اللي عملته له ممكن وزنه يتغير لحد ما بالضبط كده، ممكن وزنه يتغير، صح؟ طيب كلها اشياء كلها متغيرات ممكن تتغير، وبالتالي تخلي المارجن اوف ايرور دائما ما يساوي زيرو، يعني سبحان الله، يعني مهما عمل الانسان ما يقدر يخلي المارجن اوف ايرور زيرو. لذلك الاحصائيين بيقولوا طب طالما احنا ما نقدر نصفر المارجن اوف ايرور ده، طيب تعالوا نعمل سامبلينج ونعمل استيميشن، ومن الاستيميشن ده نقدر القيمه بتاعت البوبوليشن بارامتر، بس نوفر على نفسنا ثلاثه حاجات: الجهد البدني والجهد الزمني والتكلفه الماليه، والتكلفه الماليه، ايوه، يعني ثلاثه السيريز سمارتس دي نحن بنركز عليها اساس انه نعمل استيميشن للعمليه بتاعت البوبوليشن بارامتر، ويكون كنترول. ايوه بالضبط كده، وبالتالي احنا ما بنقدر نعرف قيمه البوبوليشن بارامتر الا عن طريق الاستيميشن والسامبلينج، ودي الفكره كلها قايمه على كده. لكن بيقول لك الاحصائي دائما من ناحيه علميه، اذا انت عملت استيميشن للويت مثلا في المثال حقنا، should have to mention your margin of error. يعني قلت لنا بالله المارجن اوف ايرور بتاعك بين قوسين تحت القيمه بتاعت الطوالي، عشان نقدر نعرف انت قريب من البوبوليشن بارامتر ولا بعيد، قريب من القيمه الحقيقيه ولا بعيد منها. يعني مثلا احنا هنا قمنا عملنا الويت طلع لنا مثلا 95 كيلو جرام زي امبارح، امبارح قلنا 95 كيلو جرام، لكن المارجن اوف ايرور انا ما ذكرته لك هنا، ما حتقدر تعرف التقدير بتاعي ده اكيوريت اور نوت، صح؟ ما حتقدر. لكن لو انا جيت قلت لك انا والله الويت 95 كيلو جرام، لكن المارجن اوف ايرور انا طلعته 20 كيلو جرام، هتقول لي والله يا اخي هنا انت بعيد جدا من البوبوليشن بارامتر. ايوه هتقول لي انت بعيد من البوبوليشن بارامتر، وبالتالي الاستيميشن بتاعك ده ما اكيوريت نوت بريسايز. طيب معناها انت عندك مشكله هنا، عندك مشكله في التقدير، عندك مشكله في التقدير، والديفيشن ده دائما بيجي كمز باي شنو sampling error، سبب دائما بيكون شنو sampling error. معناها انت لو قدرت تقلل السامبلنج ايرور ممكن تقلل من المارجن اوف ايرور، وممكن تقرب من البوبوليشن بارامتر، وكده انت بتكون حققت الهدف بتاعك. يعني دائما المشاكل اللي بتظهر في الزياده في المارجن اوف ايرور بيكون سببها دائما سامبلنج ايرور. في حالة ثانية أنا جيت قلت لك والله الويت بتاع السودانيز كله 95 كيلو جرام، طبعا ده الاستاتستيك المين طبعا، والمارجن اوف ايرور 5 كيلو جرام. معناه أنت قريب من البوبوليشن بارامتر. طب البوبوليشن بارامتر طبعا هيكون عبارة عن القيمة دي بلس أم ماينس المارجن اوف ايرور. يعني معناه البوبوليشن بارامتر مين للويت 90 لكم ل 100، 90 كيلو جرام ل 100 كيلو جرام. يبقى انا عرفت البوبوليشن بارامتر لانه عرفت المسافه بين الاس والبي. اذا بالطريقه دي انا اقدر اعرف القيمه بتاعت البوبوليشن بارامتر راذر ذان السامبل سيرفي. طيب معلش يا دكتور، ايوه
بسأل بس من كيف أنا أحدد المارجن أوف إيرور من ما أعمل استيميشن؟ يعني أول حاجة أنا هعمل استيميشن، طوال حقدر أحدد المارجن أوف إيرور قبل ما أعمل تيستينج، قبل ما أواصل البيانات الإحصائية بتاعتي من الأول خالص، يعني ممكن أحدد. كويس كويس، سؤال كويس جدا. دكتور أيوة، تقدير البوبليشن كيف الآلية بتاعته، كيف أنا أحدده بتاع شنو البوبليشن؟ نعم في نفسه. لا البوبليشن بحدده، انا بحدده من هدف الدراسه، انا عايز اعمل شيء، مثلا عايز اشوف الاثر بتاع، قلنا الحجر الصحي او العزل المنزلي، عايزين نشوف اثره على الاوزان او على الصحه العامه بتاعت الاسره. طيب هو دكتور هو عنده علاقه بالسايز، بحجم المجتمع، هو نفسه حجم المجتمع البوبوليشن؟ لا، في حاجه اسمها بوبوليشن سايز، في حاجه اسمها حجم المجتمع اللي هو بوبوليشن سايز، في حاجه اسمها تارجت بوبوليشن. يعني مثلا في الدراسه حقتنا اللي احنا شغالين عليها اللي كنا دي، التارجت بوبوليشن بتاعنا هنا الهاوس هولد اللي هو الاسره، طبعا ما ممكن يكون الاستاذ الجامعي مثلا، صح؟ التارجت بوبوليشن هنا هيكون الاستاذ الجامعي. ممكن يكون الاستاذ الجامعي مثلا. نعم. لا طبعا ديفنتلي. لا لانه انا عايز اشوف الصحه العامه بالنسبه للاسره السودانيه، بالتالي التارجت بوبوليشن بتاعي الاسره السودانيه. طيب ايوه الاسره السودانيه. طيب السؤال الاول كانت الاخت سالتنا، قالت مرحله التستنج ولا تجي وين هنا؟ طيب هو طبعا انا يعني مثلا لما طبعا الشرح بتاعي هنا في التقدير، في عملية مرحلة التقدير، بشرح لك الفكرة كلها يعني، حتى بما فيها التستنج. يعني حتى لما اجي انا اقارن، انا لما اجي اقارن المين حقي هنا، انا قلت انا متوسط طلع لي 95 كيلو جرام، انا ده المتوسط بتاع الاوزان، متوسط على الاوزان طلع 95 كيلو جرام، ومنشد هنا المارجن اوف ايرور حطيته بين قوسين هنا قلت لك 5 كيلو جرام. كويس، مجرد ما انا لما اعمل المقارنة بين الاستاتستيك والمارجن اوف ايرور، معناها عملت تيستنج هنا. هنا عملت تيستنج لشنو؟ للاستاتستكس بتاعتي. لانه ال 95 ايزر ال 95 از ريبريزنتيف مين فور بوبوليشن مين اور نوت؟ ده السؤال اللي انا بجاوب عليه. هل ال 95 دي كويس؟ او متوسط الاوزان 95 هل بيمثل متوسط المجتمع ولا ما بيمثل؟ كيف انا اعرف الحاجه دي؟ لما نعرف المسافه بين الاس والبي اللي هو المارجن اوف ايرور. طيب في طبعا اداه احصائيه هوريكم لها بعد شويه بتقيس لك المارجن اوف ايرور. طبعا المثال الافتراضي، انا ضعت مثال افتراضي هنا انه 95 ده المتوسط حقي والمارجن اوف ايرور 5 كيلو، ده مثال افتراضي طبعا تمام، لكن في اداه احصائيه هنشرحها بعد شويه بتقيس لك المارجن اوف ايرور نفسه. لو سمحت يا دكتور. تفضل يا سؤال. بالنسبة للمارجن اوف ايرور، يعني انت لما قلت ال 20 احنا مقارنة مع ال 95 شفناها كبيرة، لما قلت ال 5 شفناها بسيطة، فتقييمي للمارجن اوف ايرور انه هو كبير ولا بسيط احدد على اي اساس؟ حاجة بتحكمني ولا بس حسب ما انا ادخلع ولا كده؟ صح سؤال كويس جدا. شكرا. سؤال كويس جدا. طبعا بشكل مطلق، يعني ابسوليوتلي، يعني باي ابسوليوت دايفيشن او ديمينيشن، سوري مش ديمينيشن، دايمنشن، يعني بشكل مطلق انا بقارن بين الاس والبي عبر المسافه دي، وبشكل نسبي، بقارن الاس مع نسبيا مع المارجن اوف ايرور. يعني كيف الكلام ده؟ يعني اشرح لكم بالجرام. يعني مثلا انا يعني بشكل مطلق بقول والله مثلا المسافه بين الاس والبي، هي 20 كيلو جرام، ده شكل مطلق 20 كيلو جرام، المسافه دي 20 كيلو. يعني كانه انا بقول المتوسط حقي بتاع السامبل يبعد عن البوبوليشن 20 كيلو. طبعا انت بالنسبه لك بشكل مطلق كده، هل ال 20 كيلو دي
عالية ولا قليلة؟ يعني أنت ما حتى لو ما قارنتها مع ال 95، يعني أنت مثلا، أنا قلت لك والله أنت عندك خطأ، يعني ده مش شكل نسبي، شكل مطلق، قلت لك عندك خطأ مقداره 20 كيلو، كبير كبير جدا. 20 كيلو دي معناها أنت ما وصلت لحاجة دقيقة تحدد لك القيمة بتاعت المجتمع المجهولة بالنسبة لك. بشكل نسبي أنت المفروض، هنا طبعا ده طريقة تانية، أنت تيجي تقارن نسبيا، تقسم ال 20 دي على الكم؟ على 95، تطلع لك تقريبا 20% أو خمسة أكثر من 20%، يعني rather than 20% greater than 20%، ده error. يعني error عندك أنت 20%. طيب إذا الايرور 20% هذا بطريقة نسبية ما مطلقة. طيب الايرور 20% معناه شنو؟ معناه عندك هاي ايرور ولا سمول ايرور؟ لا هاي هاي ايرور. طبعا يعني المسألة بالطريقة دي تقاس يعني، لكن طبعا أنا بتكلم معاكم من ناحية كأنه إحنا ما بنعرف حاجة في الإحصاء، بنفلسف المسألة من أساسها جات كيف. بعد شوية هديكم أدوات تقدروا تستخدموه عشان تقيسوا شنو؟ تقيسوا المارجن اوف ايرور. طيب الان بنتكلم عليها بشكل يعني عام، يعني كانه احنا ما عندنا فكره عن الاستات يعني، كويس؟ يعني بتكلم معاكم بمنطق عام، يعني منطق عام، انا بقارن بين حاجتين انا عايز اعرف قيمتهم. يعني لو في سؤال ثاني ممكن، انا جاهز. شكرا لك. طيب طبعا في الجودة، الناس متخصصين في الجودة، كويس، يكون دايما عندهم المارجن اوف ايرور ده، بيسموه كومن ايرور، يعني بيسموهم كومن ايرور يعني، او ايرور يعني ما بتقدر تتحكم فيه انت، اللي هو ده المارجن اوف ايرور، كويس. طبعا في نوعين من الايرور، ايرور تقدر تتحكم فيه وايرور ثاني ما تقدر تتحكم. طيب أدرس السؤال هنا. طبعا انا بالنسبه لي هنا الهدف انه انا اعمل استيميشن للسامبل بتاعتي، كويس. انا عندي طبعا population parameter، عندي population parameter للبي، وعندي سامبل statistics، السامبل statistics S، وعندي في حاجة اسمها definition أو deviation comes by factors. يعني مثلا أنا داير أشوف الفرق بين ال S وال B في تجربة معينة، مثلا في المثال حقنا إحنا ذكرناه ده، عايز اشوف انه الويتس دي تغيرت ولا لا. يعني مثلا زمان قبل الحجر الصحي البوبوليشن بارامتر مثلا الويتس كانت 85، كويس، 85 كيلو جرام، وبعد الحجر الصحي بقت 95. طيب هل اقدر اقول انه في ديفيشن بين الاس والبي؟ طبعا الاس وال بي هنا في الحاله دي معناها هنا الديفيشن كمز باي فاكتورز، لانه الفاكتورز هي عملت الديفيشن الموجود. طبعا انا في التحليل الاحصائي عايز اميز بين الديفيشن كمز باي سامبلنج ايرور اللي هو الكومن ديفيشن اللي هو ده ما بتقدر تتحكم فيه وممكن يكون صفر نهائي، او الديفيشن ممكن يكون كمز باي فاكتورز وده دايما بيكون ممكن يكون شنو؟ صفر، صفري. لكن احيانا لما تعمل تجربه معينه او تستخدم برنامج معين، او لما تجي عوامل خارجيه تؤثر على الظاهره، وايضا بتعمل ديفيشن موجود في الظاهره، يبقى الديفيشن اللي حصل في الظاهره اذا كان بسبب عوامل هنقدر نحن نعرفه، اذا كان بسبب سامبلنج ايرور برضه بنقدر نعرفه. انا هوريكم بعدين كيف نقدر نميز بين السامبلنج ايرور ديفيشن والفاكتورز ديفيشن او divisions comes by factors. طيب هدفنا الاساسي بكل الموضوع ده انه نتحصل على اقل margin of error، الهدف الاساسي بتاعنا انه يكون عندنا اقل margin of error.
طيب كيف نحن نتحصل على اقل مارجن اوف ايرور؟ يعني كل ما كان مارجن اوف ايرور قليل كل ما كان الاس قريبه من البي، يعني كل ما كانت النتائج بتاعتنا اكيوريت. طيب معلش انا الليل جهازاته معلق ولا ايش؟ طيب هنا المارجن اوف ايرور كيف انا بقيس المارجن اوف ايرور؟ بقيسه ب عن طريق هذه المعادله، مارجن اوف ايرور يقاس عن طريق هذه المعادله. يعني مثلا المعادله واحد لو مارجن اوف ايرور دي يساوي زد اور تي، زد اور تي دي طبعا قيم ثابته هنشوفها ليتر اون، مضروب في اس اي، الاس اي اللي هو الستاندر ايرور، اس اي ستاندر ايرور. اذا من المعادله واحد كيف انا اقيس المارجن اوف ايرور؟ بقيسه عن طريق الستاندر ايرور. يعني اي احصائيه لازم يكون عندها ستاندر ايرور عشان اقدر اعرف مقدار الايرور اللي عندي انا. طيب المعادله 2 بتورينا كيف نقدر نتحكم في المارجن اوف ايرور. ليه؟ لانه لو جيت فكيت الستاندر ايرور هنا بلقاه عباره عن سيجما على سكوير روت اوف ان او الجذر التربيعي لان. سكوير روت اوف ان سيجما على سكوير روت اوف ان. سيجما بتمثل، سيجما هنا بتمثل شنو؟ سيجما بتمثل الانحراف المعياري، الانحراف المعياري الستاندرد ديفيشن. ايوه طيب وسكوير روت اوف ان، ان بتمثل شنو؟ نمبر سايز، سامبل سايز، نمبر اوف بوبوليشن. لا النمبر اوف بوبوليشن، لا سامبل سايز، سامبل سايز، سامبل سايز. طيب هنجي للنمبر اوف بوبوليشن. طيب هنا عندي المارجن اوف ايرور اللي هو الايرور اللي بيحصل في التقدير بيعتمد على طبعا زيت اور تي دي قيم ثابته. هنجي نشوف الليتر اون يعني سيجما اللي هو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري في البسط موجود في البسط فوق يعني دائما في المعادله. يعني مثلا عندك المعادله شكلها كيف؟ المعادله شكلها سيجما، سيجما كويس المعادله شكلها دي تساوي سيجما تقسيم جذر تربيعي لان. طيب هنا السيجما، السيجما بتقيس شنو؟ بيقيس حاجة اسمها variability. أيوة سيجما بتقيس حاجة اسمها variability. variability يعني تباين أو عدم التجانس. يعني بيكون عندك هاي سيجما، هاي سيجما leads to high variability في البوليشن. يعني بيكون عندك هاي سيجما، يعني مثلا في الويت، مثال حق الويت حقنا لقينا مثلا السيجما تحت الويز 15 كيلو او مور ذان 25 كيلو. سيجما في الويز كان 25 كيلو للافراد او للاشخاص اعمارهم من 15 سنه كويس ل 50 سنه مناسب كده السيجما الستاندرد ديفيشن. من اعمار من 15 ل 50 سنه او الستاندرد ديفيشن في الاوزان 25 كيلو. مناسب؟ غير 25 غير مناسب. غير مناسب. طيب في منطقه ثانيه مثلا انا اقول دي مثلا في بور السودان. الخرطوم مثلا من نفس الفتره العمريه دي من 15 ل 50 سنه لقيت انه سيجما في الاوزان كانت سيجما في الاوزان كانت مثلا 10 كيلو جرام. دي في الخرطوم مثلا ما
مثلا في الخرطوم لقيتها 10 كيلو جرام السيجما، في بورسودان كانت 25 كيلو جرام. That is mean، ده بيعني انه مستوى التباين في الاوزان اعلى وين؟ في بورسودان، في بورسودان اكثر من الخرطوم. ايوه مستوى التباين في الاعمار في الاوزان اعلى في بورسودان اكثر من الخرطوم، يعني عندي هاي فاريبيليتي الويت في بورسودان اكثر من الخرطوم. اذا سيجما بتقيسين الفاريبيليتي، كل ما كانت سيجما هاي معناها في هاي فاريبيليتي او في عدم تجانس كويس، في هيتروجينيتي، يعني هاي سيجما معناها في هاي هيتروجينيتي، لو سيجما لو هيتروجينيتي او مور هوموجينيتي كويس. العلاقات دي مهمه. طيب يا دكتور، هاي سيجما يعني معناها سامبلينج ما جيد ولا في مشكله ولا اتس اوكي يعني؟ ممتاز، سؤال كويس. لما يكون عندك هاي سيجما طبعا البوبوليشن بتاعك الظاهره بتاعتك عناصر ظاهره خصائصها ما فيك تتحكم فيها انت كويس. وتاني انا ما بقدر اقول شنو عندي باد بوبوليشن او عندي هاي فاريبيليتي او كده، دي حاجه واقع عليك انت، يعني ده واقع انت مفروض عليك ما بتقدر تغيره، لكن تقدر توصفه بانه هو في هاي فاريبيليتي او في تباين مرتفع. التباين المرتفع ده بيأثر طرديا على المارجن اوف ايرور، بمعنى لو انا عايز اعمل سيرفي على بورسودان اتوقع المارجن اوف ايرور في بورسودان تكون هاي rather than المارجن اوف ايرور اللي ممكن اطلعه من الخرطوم، لانه ال اسمه شنو، لانه الفاريابيليتي في بورسودان اعلى من الخرطوم في الويت. جاوبت على سؤالك ان شاء الله، بس لو ما جاوبت اقول لك ثاني. لا تمام شكرا. طيب اذا السيجما بتقيسنا هنا الفاريابيليتي، كل ما كان عندي هاي سيجما كل ما عندك هاي فاريابيليتي، لو سيجما لو فاريابيليتي. اذا اول فاكتور بعدين احنا بنلاحظ ليه او ننتبه ليه وبتحكم لنا، الفاكتور ده بتحكم لنا في المارجن اوف ايرور هو السيجما. ده اول فاكتور بيتحكم في المارجن اوف ايرور، تمام. اذا لو نحن عايزين اصغر مارجن اوف ايرور في اي استيميشن عايزين نعمله، اول شيء ننظر لشنو؟ للفاريابيليتي او للسيجما. وضحت دي؟ وضحت؟ لاحظ معايا لو عايز اتحصل على طيب الفاكتور الثاني اللي بيتحكم لي في المارجن اوف ايرور اللي هو موجود في المقام هنا هو ان، هي حجم العينه مش كده؟ طبعا بيكون كثير مرض عليكم، ايوه سامبل سايز بيكون مرض عليكم كثير، يقول لك زيد حجم العينه، يقول لك زيد حجم العينه بتاعتك لو عندك مشاكل في زيد حجم العينه، صح؟ لانها هي موجوده هنا في المقام هنا، شوف المعادله بتاعت الستاندر ايرور هي موجوده في المقام هنا، وبالتالي العلاقه بتاعت السامبل سايز تتناسب عكسيا مع المارجن اوف ايرور. يعني the higher sample size the lower margin of error، كل ما انت زدت حجم العينه تتوقع انه المارجن اوف ايرور يكون قليل. طيب هنا الموضوع ده مهم ليه؟ مهم في انك انت ما تحاول تاخذ عينه اقل من المطلوب، لانه ديفينتلي حتديك مارجن اوف ايرور غير مطلوب، غير مطلوب. يعني انت لما تاخذ عينه اقل من المطلوب يعني not required sample size definitely هنا المارجن اوف ايرور بعدين حيصير لك يكون هاي، يكون نتائج غير مطلوبه، وبالتالي لازم تتعامل مع السامبل سايز بطريقه برضه شنو؟ بطريقه علميه وطريقه منهجيه، تاخذ حجم العين المطلوب اللي هو required sample size اللي هو بسموها sufficient and efficient sample size، تكون عينة مناسبة تماما للدراسة بتاعتك عشان تتحصل على possible margin of error، يكون margin of error as minimum as، هنا أصغر margin of error ممكن تتحصل عليه. طيب إذا عندي هنا two factors قلنا تحكم لنا يا إخواننا في margin of error، وصلنا للtwo factors اللي هي variability والsample size. في سؤال هنا؟ لا شكرا.
طيب يا دكتور برضو في العينة بتاعتي أنا مفروض أخذ من يعني ما ممكن أمشي أخذ مثلا من الكتابة اللي أنا عارفة مستوى المعيشة تاعهم عالي يعني، فكده برضو هيأثر يعني، لازم أكون أنا أوزع العينة بتاعتي بطريقة مناسبة عشان أضمن النتيجة. صح صح. طيب بدي حوريك لها سنة حشرح عليك كلامك صح. طيب إذا أنا وصلت للنتيجة أنا إنه two factors behind margin of error اللي هو variability و sample size أو sample design بشكل عام. طيب يا دكتور يا دكتور معلش sample design ده كيف تحصل عليه بصورة مثالية يعني بالضبط أختار العينة الحجم المناسب عشان على ضوء أقلل margin of error. صح مظبوط محاسبك ممتازة. طب الآن أنا داري أشوف أنا عندي هنا variability كويس، عندي variability تتحكم في margin of error وعندي sample design بتحكم في margin of error. طيب حمسك كل واحد منهم أنا. عندي أنا sample design وعندي variability، هما الاثنين بيتحكموا لي في margin of error. طيب دي الأدوات اللي أنت ممكن تتحكم فيها تصغر margin of error أصغر ما يمكن عن طريق هذه الأدوات. بعد ذلك أي error يجيك ده common error، ده common error كويس، دي من ناحية علمية. طبعا في الجودة انت بتقلل المارجن اوف ايرور عن طريق الإدارة بتاعتك، انت تحاول تعمل كنترولينج للجودة بالإدارة تمام. اما في البحث العلمي بتعمل كنترولينج للمارجن اوف ايرور عن طريق السامبل ديزاين والفاريابيليتي. طيب طيب انا عندي مثلا هاي فاريابيليتي، يعني مثلا لو في موضوع بورسودان والخرطوم، سؤال لكم لو انا بقارن بين بورسودان والخرطوم وزي ما قلنا قبل شويه عندنا المارجن اوف ايرور مثلا في سوري الفاريابيليتي سيجما في الويت كانت في الخرطوم كانت 10 كيلو كويس، في الخرطوم كانت 10 كيلو، في بورسودان 25 كيلو. معناها انا عندي مشكله بتاعت فاريبيليتي على وين؟ السودان. طب تفتكروا كيف انا ممكن احاول بقدر الامكان اقلل الفاريبيليتي بتاعي؟ هزيد يعني السامبل سايز عينه نجيب العينه. طيب وثاني يعني مثلا اديكم مثال، اديكم مثال ثاني. طيب نجي للبورسودان هنا، جيت للبورسودان كويس، فلقيت في ناس اوزانه قليله جدا، المناطق الساكنين في المناطق الخلويه والمناطق الريفيه، لقيت مثلا اوزانهم في حدود ال 30 كيلو جرام مثلا، وفي في ناس ثانيين ساكنين في المناطق الحضريه في المدينه ولقيت اوزانهم مثلا في حدود 90 كيلو جرام. كيف انا اقلل الفاريابيليتي بتاعتي هنا؟ ممكن استبعد القيم الشاذه المتطرفه او اقسمهم او اصنفهم الى مجموعتين. ايوه الان هم طبعا مختلطين مع بعض صح؟ الان هم الان مصنفين اللي هم منطقه ريفيه وفي منطقه حضريه صح كده؟ منطقه ايوه ممكن نجيب المين نبلل كل واحد منفصل. ايوه فلقيت انه مثلا فعلا انا لو صنفتهم تصنيف تجانسي يعني كل مجموعه اخليها متجانسه مع بعض بقدر كده اقلل الفاريبيليتي بالضبط كده. طيب الحاجه دي بسموها في الاحصاء الحاجه بتاعت التصنيف اللي ذكرتها انت قبل شويه دي بسموها استراتيفيكيشن. يعني انا لو عملت استراتيفيكيشن كويس هي بس السلايد ثقيله شويه اللي انا عارف والله يعني. لو عملت السيرتيفيكيشن او تصنيف عملت ستريفيكيشن او تصنيف وتقسيم المجتمع لطبقات متجانسه كده
بقدر اقلل الفاريابيليتي. عمليه الستراتيفيكيشن اللي هو اقسم المجتمع حقي لطبقات متجانسه واخذ من كل مجموعه عدد معين، كده انا بقدر اقلل الستراتيفيكيشن او اقلل الفاريابيليتي، بالتالي بقدر اتاثر على اؤثر على المارجن اوف ايرور. عمليه الستراتيفيكيشن دي الستراتيفيكيشن تختلف عن كلاسيفيكيشن. طبعا كلاسيفيكيشن انا بقسم المجتمع لمجموعات بغض النظر عن التشابه او التجانس الموجود فيها، لكن لو انا اخذت الاعمار المتجانسه كل مجموعه بتاعت اعمار متجانسه حطيتهم في جروب في طبقه كده معناها عملت الستراتيفيكيشن. الطريقه دي بتقلل لك الفاريابيليتي. يعني هنا دكتور بالنسبه لنفس المثال يعني اعمل لهم مزج يعني بغض النظر عن الموقع الجغرافي. ايوه لا يعني مثلا الستراتيفيكيشن هنا مثلا بالنسبه لبورسودان لانه عندي هاي فاريابيليتي المفروض امسك الاوزان في المناطق الريفيه لان اوزانها منخفضه، اتعامل معاهم كجروب مستقل عن البوبوليشن اللي موجود في المناطق الحضريه لانه ايضا اوزانه متجانسه، فكده عملت الستراتيفيكيشن. في ناس بيكونوا ان بتوين بين المناطق الحضريه والمناطق الريفيه. في نفس المنطقه في اختلاف احيانا بيكون في قيم عالية، يعني مثلا في مناطق ريفية بيكون أوزانهم عالية، هل أنا بستبعدها ولا بعتبرها معاهم؟ لا ما بستبعدها، لا قريب الحضر. لا ما بستبعدها. طيب حلو كويس، ملاحظة كويسة. إذا لقيت إنه طبعا هي ممكن لو بقت الأعداد قليلة مقارنة بالتوتال بوبوليشن في الطبقة نفسها، مقارنة بالتوتال بوبوليشن في الطبقة لو لقيت إنه العدد قليل، بالتالي أنت هتتعامل معه وزين المجموعة نفسها، وزين المجموعة بتاعت الستريفيكيشن، وزين المجموعة نفسها. كويس يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. أحس مثلا ممكن أطلع المارجن إيرور بتاع الحضر براو والمارجن إيرور بتاع الريف براو واجمعهم، ممكن ولا ما ممكن؟ لا أنت المارجن إيرور بتطلع متين؟ بتطلعه لو أنت تكون عايز تعمل استيميشن للبوبوليشن. الآن أنت المنطقة الحضرية والمنطقة الريفية دي أنت صنفتهم عشان تعرف قيمة البوبوليشن، لسه أنت ما عارف قيمة البوبوليشن. أنا بتكلم عن عملية الستراتيفيكيشن. الستراتيفيكيشن عبارة طيب عن يا فكرة. أيوة طيب بالنسبة ل إذا كان نفس المجتمع يعني نفس المنطقة الجغرافية وكان في فيريبيليتي عالي في الأوزان بتاعتهم، فكده نحن هنقدر نقسمهم كيف ولا حتكون الفاريابيليتي ما حقدر اتحكم فيها هنا بالطريقه دي؟ طيب هو طبعا يعني مثلا انا يعني طبعا اخذت مثال، انا قلت الريف والحضر. طيب افترضت انه افترضت في الريف والحضر انه المناطق الحضريه افترضت انه اوزانه مرتفعه والمناطق الريفيه اوزانه منخفضه، لذلك انا قلت هنا التقسيم الجغرافي اصبح يعني بطريقه اوتوماتيك يعني بطريقه تلقائيه اداني السيرتيفيكيشن. تمام اي. لكن طيب انا اقول لك حاجه، يعني مثلا لو انا جيت لقيت انه في اعداد كبيره جدا من المنطق في المناطق الريفيه اوزانه مرتفعه وفي اوزان منخفضه في المناطق الريفيه، ولقيت في المناطق الحضريه نفس الصوره دي، في الحاله دي انا ما بعتبر العامل الجغرافي هنا اللي هو او الديموغرافي اللي هو العامل بتاع الريف والحضر، ما بعتبره هو الستريفيكيشن فاكتور، ما بعتبره هو الفاكتور بتاعي، بعتبر فاكتور الويت نفسه الويت كويس. يعني بجي اقول والله الاوزان الصغيره دي مجموعه باخدها جروب طبقه سموها ستريتا، ها طبقه ستريتا يعني جاي من الستريفيكيشن نفسها، باخد المجموعه الاوزان قليله كمجموعه كويس بغض النظر عن هي ريفيه ولا حضريه، دي ستريتا، وفي ستريتا ثانيه ممكن تكون وسط اوزانها وسط، وفي ستريتا ثالثه ممكن تكون شنو اوزانها مرتفعه. فهنا بيجي ايوه دي بقت ده بقى ستريتم ستريتم وده ستريتم، ستريتم 1 ستريتم 2 ستريتم 3 كده. انا اخذت الاوزان القليله حطيتها في مجموعه، الأوزان المتوسطة في مجموعة، الأوزان المرتفعة في مجموعة، دي عملية اسمها السيرتيفيكيشن. هنا بغض النظر عن التقسيم الحضري أو الريفي. أما لو كانت الظاهرة بتاعت التباين الموجود في الأوزان كويس،
اصلا موزعه جغرافيا او ديموغرافيا وفقا للعوامل الاقتصاديه، يعني لو كانت اصلا موزعه كده في الحاله دي، انا بعتبر المناطق الريفيه استريتم والمناطق الحضريه استريتم. وضحت الفكره؟ وضحت. يعني العمليه بتاعت الاستراتيفيكيشن تعتمد على التارجت فيريبل وليس على العوامل الاخرى. يعني التقسيم بتاعي للعمليه بتاعت الاستراتيفيكيشن بيعتمد على التارجت فيريبل اللي هو الويت حقنا. التارجت فيريبل. فبعمل بقسم معلش بس لطبقات متجانسه. سؤال طيب. ايوه. معلش. ايوه. في موضوع الويت ده مثلا، في موضوع الوزن، انا ما قسمتهم اصلا يعني انا صح، فانا لما اكون اقسمهم بس على حسب الاوزان بغض النظر عن المناطق الجغرافيه اللي هم جايين منها، ما دي بعدين في النتائج يعني انا دايره اعرف المنطقه الجغرافيه اللي هم جايين منها عشان اعرف اسباب ارتفاع الوزن او انخفاضه، صح؟ صح. فلما حيكون عندي الاوتكم ما حكون فاهمه لشنو هم دي الاوزان بتشبهوا لشنو. انا ما انا انا حسالهم بعدين من منطقتهم حتى عزين. يعني حتى لو انا قسمتهم لمجموعات متجانسه definitely المجموعة مثلا اللي هي في الأوزان الصغيرة أسأله من ياتو منطقة، هل المنطقة حضرية والريفية؟ هنا الفاكتور بتاع الحضر أو الفاكتور الديموغرافي ما هيكون يعني تأثر بحاجة. أنا ليه بعمل كده أصلا العملية دي؟ بعملها كده ليه؟ أنا بعمل العملية دي لأنه أوريك ليه أوريك من ناحية عملية ليه؟ أيوة في مداخلة ولا حاجة؟ لتقليل السيجما. عشان أقلل السيجما بالضبط كده. كيف حقلل السيجما هنا؟ أوريك ليه كيف حقلل السيجما. ما أنا لما أجي أقسم مجتمعي ده لطبقات متجانسة في التارجت فيريبل، التارجت فيريبل حقي يعني الفاكتور حقي اللي بيقسم المجتمعات دي لطبقات متجانسة، يعني أنا قسمتهم لمجموعات صح؟ المجموعات دي مقسمة وفقا لتارجت فيريبل، كل مجموعة متجانسة في التارجت فيريبل. العملية دي في الإحصاء اسمها الاستراتيفيكيشن، خلاص؟ ليه أنا بعمل كده؟ اوريك بعمل كده ليه؟ لانه بيلقوا انه الفاريابيليتي دائما بيكون عالي. متين بيكون عالي؟ لما يكون التوزيع بتاع القيم بتاعتك في المجتمع اصلا توزيعه يعني عشوائي، خلاص؟ لما انت تيجي تاخذ منه كلستر يسموها مش كلستر كروس سكشن داتا، لما تيجي تاخذ منه كروس سكشن داتا ممكن الكروس سكشن او العينه بتاعتك تقع مع مجموعه اوزانها مرتفعه مرتفع، لأن ما تعكس لك الحقيقة بتاعت البوبوليشن وتديك هنا هاي فاريابيليتي. لذلك العملية بتاعت الاستراتيفيكيشن دي بتقلل لك من شنو البروبابيليتي بتاعت الايرور في السلكشن، بعدين بتديك بعدين لو فاريابيليتي از مينيمم، يعني بتديك يعني دي داخلة في السامبلينج تكنيك مثلا. يس ايوه طبعا ديفينتلي عمليه السيرتيفيكيشن دي بتجي بعدين تدخل معاك في سامبل تكنيك. ايوه انا حوريك حوريك وين تجي في الديزاين سامبل ديزاين. شكرا. فعلا السيرتيفيكيشن بتدخل في سامبل تكنيك، والعمليه بتاعت السيرتيفيكيشن اصلا هي المرحله السابقه لعمليه السيلكشن سامبل سيلكشن او سامبل تكنيك بالضبط. يعني فهنا السيرتيفيكيشن هدف. ايوه قولي. يعني يا دكتور لو سمحت، يعني انا داري اعرف بس انه انا فهمت الكلام ده ولا لا. يعني انا في النهايه عايزه طبقات متجانسه، اقسم على حسب الموقع، اقسم لمتعلمين وغير متعلمين، كبار ويت، المهم عشان انا اشوف على اي اساس اقسم. على اساس التارجت فيريبل حقك. يعني ممكن اقسم مثلا دويت او موقع جغرافي، ممكن اقسمه مثلا عندي مجموعه المتعلمين اوزانهم متجانسه والغير متعلمين اوزانهم متجانسه، اقوم اقسم على حسب متعلمين وغير متعلمين عشان اديني فاريابيليتي. طيب ماشي. التجانس التقسيم المتجانس، عمليه التجانس او عدم التجانس تعتمد على التارجت فاريبل حقك. التارجت فاريبل شنو؟ مش الويت؟ ايوه. اذا التقسيم حقي اكوردنج تو ويت. ايوه التقسيم حقي في الاستراتيفيكيشن اكوردنج تو ويت. كويس. ان ريسبكت شنو؟ اي حاجه ثانيه، ريف، حضر، كويس، متعلم، غير متعلم. ها ايوه.
يعاني من امراض ما يعاني، دي كلها ما عندك، ما داخله معك. التارجت فيريبل بتعمل له سيرتيفيكيشن هو الويت هنا. اوكي طيب، عملت السيرتيفيكيشن قولي. اذا كان مثلا هو زي ما قسمناه من التو، مثلا عندي تو فيريبلز تمام، فالتو فيريبلز بالنسبه لما يطلع منه المارجن اوف ايرور هيكون عندي تو مارجن اوف ايرور، ولا انا بقدر اوازن بين التو فيريبلز بحيث اطلع 1 مارجن اوف ايرور؟ تقصد يعني في السيرتيفيكيشن يعني؟ ايوه، بعد ما انا قسمتها لتو، ولا في شيء؟ مثلا عندي لي منطقتين او تو استريتم، عندي two variables حاليا أو two variability طيب. بيناتهم، فمثلا أوكي. طبعا أنت هنا ما بتقومي، يعني إحنا عملية تحت الاستيميشن لسه ما هنقوم بها هسي. يعني أنا الاستيميشن بتاع الويت أنا لقيت يعني عندي، يعني أنا الاستيميشن حمول الولايات كلها بتاعت السودان، لكن عندي مشاكل في الخرطوم في البرسودان، لقيت عندي high variability في الويت. طيب دي مشكلتي هنا ظهرت هنا، عشان ما تعمل لي بعدين مشكله في التوتال، في التوتال مارجن اوف ايرور. وطبعا التوتال مارجن اوف ايرور انت هتحسبه لكل الولايات خلاص. طيب لو انت عايز تحسبي مثلا المين ويت بالنسبه للناس بالسودان، وعندك 3 ستريتم، عندك 3 ستريتم صح، ديفينتلي الستريتمز دي عباره عن بوبوليشن كله، هتاخد من ده عينه ده هنا، وهتاخد من الاستريتم ده برضو مجموعه عينه هتخدها هنا، وهتاخد من الاستريتم ده ايضا عينه هتخدها هنا. الثري ستريتا يعني الثلاثه طبقات دي، اللي هي الثلاثه عينات من الثلاثه طبقات دي، بتستخدميها از وان سامبل، از وان سامبل. ده لو افترضنا انت عايز تعملي تقدير لناس بورسودان، از وان سامبل للمين ويت بتاع الناس بورسودان. ما هتاخدوا كل المجموعه دي انت، انت السيرتيفيكيشن لما عملتيه عشان تخلي المجموعه تكون متجانسه فيما بينها، لكن هتاخدي منها سامبل، ودي متجانسه فيما بينها هتاخدي منها سامبل، ودي متجانسه فيما بينها لكن هتاخدي منها سامبل، ما هتاخدي كل الطبقه، تاخدي من الطبقه مفردات معينه، عينه معينه عشان تقدري الويت. جاوبت على سؤالك؟ ايوه شكرا. يا دكتور بعد ذاك معلش سؤال ثاني. ايوه نسمع سؤالك بعدين نجي لطارق. طيب الثري ستريت ديل انا اي شود تيك ايكوال سامبل فروم ايتش عشان اكون السامبل حقتي، يعني انا لو شلت من ده خمسه اشيل من ده خمسه وده خمسه، ولا ممكن عشان اقلل البايس، ولا اتس نوت، ولا لازم، ولا ممكن اشيل عن الكافي وبعد كده حيظهر لي بايس برضه، ولا لا لا اكزاكتلي كلامك صح. في تكنيك معين انا بتعامل معه في اختيار المفردات بتاعتي، اليونتس بتاعتي من كل ستريتم، كل ستريتم طبعا انا ما عندي طبعا في سي ميثود اصلا، يعني في العمليه بتاعت السيرتيفيكيشن سيلكشن ده عندي سي ميثود. في الميثود الاولى في حاجه اسمها ايكوال اولوكيشن، يعني انا اقوم اخذ من كل ستريتم مفرده او عدد المفردات من كل ستريتم. طبعا مثلا افترض انه سامبل سايز تحتي هنا مثلا 15، سامبل سايز الاصل انا مستهدفها ريكوير سامبل سايز 15. اذا انا استخدمت الايكوال اولوكيشن، طبعا الطرق دي كل واحده طريقه عندها مزايا وعندها عيوب، معناها المفروض اخذ من كل ستريتم، كل ستريتم هنا هاخد كم؟ خمسه مفردات. يعني ستريتم الاول هاخد منه خمسه، الثاني هاخد منه خمسه مفردات، الثالث هاخد منه خمسه مفردات. ممكن يكون كل ستريتم فيه اصلا البوبوليشن حقه ممكن يكون 100، ده ممكن يكون 100، ده ممكن يكون 300، ده ممكن يكون 500، لكن السامبل سايز المطلوبه 15. فانا لو استخدمت الايكوال اولوكيشن معناها هاخد من كل مفرده، او هاخد مثلا خمسه مفردات من كل ستريتم. طيب في طريقه ثانيه، طبعا دي الايكوال اولوكيشن، في طريقه ثانيه اسمها اسمها بي بي اس، هي probability proportion to size. انا بي بي اس كويس، probability proportional to size.
سوري بي بي اس مش بي بي زد بي بي اس كويس. البي بي اس انا بدي اشوف مثلا السايز بتاع الاستريت عند 100 اقوم اشوف ال 100 دي او ال 15 دي بالنسبه لل 100 تمثل كم. سوري ال 100 بيمثل بالنسبه للتوتال بوبوليشن كم، مثلا دي 100 ودي 300 ودي مثلا 200، ال 100 بالنسبه للتوتال بوبوليشن كم كويس. دي يعني بي بي اس. اشوف الاستريتم الثاني ال 200 هنا بالنسبه للتوتال بوبوليشن تمثل كم، كويس، اطلع البروبوشن حقها. الثالث برضه بنفس الطريقه اقوم اشوف نسبيه كل استريتم بالنسبه للتوتال بوبوليشن كم، واضرب النسبه دي في السامبل سايز عشان اطلع من كل استريتم كم مفرده. اقدر احدد كده من كل استريتم اطلع كم مفرده. دي اللي هي بسموها البي بي اس، دي طريقه مستخدمه كثير جدا يعني، دي اكثر طريقه عمليه يعني كويس. ده كله عشان اجي برضو اختار المفردات بتاعتي من كل استريتم او من البوبوليشن بتاعي اللي عملت الاستراتيفيكيشن. طيب في طريقه ثالثه اللي هي الميثود نمبر 3 بسموها الاوبتيمال الوكيشن. دي انا باخد في حساباتي حاجتين، تو فاكتور، باخد في حساباتي البي بي اس اللي هو البروبورشن تو سايز، وخد في حساباتي الفاريابيليتي برضو بتاعت كله شنو استريتم. يعني هاخد سيجما سمول سيجما بتاعتي هنا خدها في الحسبان، يعني هيكون عندي سيجما هنا في كل استريتم. يعني مثلا استريتم ده سيجما حقته كم، استريتم ده كم، ده تم كم، اقوم اراعي في حسباني. طبعا في معادله معينه باخد هنا النسبه بتاعت كل استريتم للتوتال بوبوليشن، وفي نفس الوقت الفاريابيليتي وزين ستريتم اللي هو بدخل سيجما هنا كفاكتور، دي اسمها الاوبتيمال ابلكيشن. طبعا طريقه شويه معقده ما عمليه، اكثر طريقه مستخدمه اللي هي بي بي اس. طيب طارق قبل قلت حاجه، الله يبارك. انت جاوبت على سؤالي كمان بثلاثه طرق مختلفه يعني. تمام. طيب هنا لو انا في العمليه بتاعت السيرتيفيكيشن، طبعا الهدف منها اخواننا بس هدف منها انه اقلل الفاريابيليتي، وتقليل الفاريابيليتي بيؤدي لي حصل على سمول مارجن اوف ايرور. في الجانب الثاني عشان انا طبعا عمليه السيرتيفيكيشن، طبعا لازم تميز بين السيرتيفيكيشن ونميز بين السيرتيفيكيشن اخواننا والكلاسيفيكيشن. في فرق بيناتهم صح؟ فرق بسيط جدا انه الاستراتيفيكيشن التقسيم التجانس في كل مجموعه وفقا للتارجت فاريبل. الكلاسيفيكيشن ما عندك فيه اي مقياس ثاني عنده علاقه بالتارجت فاريبل. الكلاسيفيكيشن ده ممكن يكون جغرافي، ممكن يكون تعليمي، ممكن يكون صحي، ممكن يكون ياخذ اي فاكتور ثاني، ما عنده علاقه بالتارجت فاريبل. الستريفيكيشن هو تقسيمك للمجموعات وفقا للتارجت فيريبل. عندي بس 10 دقائق كده هحاول اخلص فيها انا. ممكن يا طارق؟ ايوه ممكن. الليل انا جهازي ذاته يعني علق كده، شوف انا بضرب بعمل كليك عشان امشي للشريحه الثانيه ما يسمش معايا. طيب ده احنا بالنسبه للفاريابيليتي. في الجانب بتاع السامبل ديزاين كمان عندنا عنصرين مهمات في السامبل ديزاين. عندنا سامبل سايز ذكرنا قبل شويه، انك انت تزيد السامبل سايز از ماكسيمم از تو ديكلاين او تو ديمينيت او تو ديتيريوريت المارجن اوف ايرور، عشان تقلل المارجن اوف ايرور. عندك هنا التايب اوف سامبل برضه نوع العينه اللي حتتعامل معاه برضه، دي المفروض تستخدم النوع العينه الصحيح بحيث انه تحصل على اقل مارجن اوف ايرور. طيب يبقى ديل تو فاكتورز ايضا لو عملتهم بطريقه سليمه معناها انت عملت جود سامبل ديزاين، معناها وصلت سمول مارجن اوف ايرور، معناها هنا الاستيميشن بتاعك حيكون جود استيميشن. طيب الجانب المتعلق ب طبعا السيرتيفيكيشن خلاص عرفناه. سامبل ديزاين مقصود بها زي ما قلنا سامبل سايز
ومقصود بها type of sample. طيب sample size، في sample size أنا محتاج عشان أتحصل على أحد الأحسن نوع من العينات أو الحجم العين يكون مناسب بتعدل الدراسة، بستخدم المعادلة اللي قدامكم دي. كويس، دي اسمها simple equation for sample size، اللي هي معادلة حجم العينة المطلوب. فيها شنو المعادلة دي؟ المعادلة دي فيها sample size بتساوي z square، طبعا دي قيمة ثابتة، بتساوي 2 أو 1.96، بنجي نعرفها بعدين كيف بتحسب ومن وين جات 1.96 square. وسيجما طبعا أنا بكون عندي هنا سيجما سكوير، اللي هو دي السيجما بتاعت الويت يا شباب، ها سيجما بتاعت الويت حقتي، اللي هو ده التارجت فيريبل، الويت حقي بتاع البوبوليشن كم السيجما بتاعته، اللي هو الستاندرد ديفيشن، يعني طلع كم حسبته للبوبوليشن، طبعا المفروض يكون عندي موجود، طبعا ممكن اجيبه من الدراسات السابقه او ممكن اجيبه من البايلوت سيرفي، اعمل سيرفي سريع كده واجيب السيجما بتاعتي واخدها هنا واعمل لها سكوير، وهنا بيجي اتحكم في شنو؟ في المارجن اوف ايرور. دائما المارجن اوف ايرور هنا بيكون 5% في الغالب، بيكون 0.05 او 5%، يعني الايرور دائما الاحصائيين المقبول بالنسبه للباحثين 5%. كويس، يبقى من المعادله دي كده انا بقدر اعرف شنو، بقدر احسب السامبل سايز. في سؤال فيها المعادله دي؟ شفت موضوع السامبل سايز ده سهل كيف؟ دي المعادله انا بستخدمها عشان احسب السامبل سايز. الفكره بتاعت المعادله جايه من وين؟ انه كل ما كان عندك هاي فاريابيلتي في البوبوليشن معناه انت يو نيد شنو مور سايز. هاي فاريابيلتي في البوبوليشن معناه يو نيد مور سايز. لو فاريابيلتي في البوبوليشن معناه انت يو نيد ليس سايز سامبل سايز. كل ما كان عندك low variability معناها less sample size، high variability high sample size. طبعا هنا برضو في المعادلة عندك margin of error، كل ما انت احتجت margin of error قليل، يعني كل ما انت عايز دقة عالية في النتائج كل ما هتزيد من السامبل. شفت كيف؟ ده المنطق هنا. لو انت عايز نتائج دقيقة يعني small margin of error معناها هنا you need more sample size. فايس فيرسا، اذا انت محتاج او ما محتاج لنتائج دقيقه يعني المارجن اوف ايرور عالي معناه ما حتحتاج لسامبل كبيره، انه سامبل سايز هنا حيكون قليل. ده المنطق بتاع المعادله دي. كويس، طبعا هذه المعادله معادله بسيطه، طبعا المعادلات اللي بتحسب السامبل سايز كثيره جدا. طبعا السامبل سايز على حسب برضه على حسب البوبوليشن، على حسب طبيعة البوبوليشن، حسب السايز تاع البوبوليشن، حسب نوع العينة نفسه بتحدد انت حجم العينة من خلال المعادلة بتاعت حجم العينة. يعني حتى نوع العينة ذاته كل عينة او كل نوع من انواع العينات عنده معادلة براول موجودة في المراجع يعني. لكن دي simple equation اللي هي بنشرح منها الفكرة بتاعت شنو؟ بنشرح منها الفكرة simple equation، بنشرح منها الفكره بتاعت العلاقه بين السامبل سايز والفاكتورز بتاعت البوبوليشن والتارجت فاريبل والمارجن اوف ايرور والعمليه بتاعت الاستيميشن نفسها. طيب الفرق بين المعادله دي ودي انه ده انا بستخدمها لو كانت تارجت فاريبل كوانتيتيف زي الويت هنا كوانتيتيف يجيب له السيجما، والمعادله الثانيه دي هنا لو كانت تارجت فيريبل كواليتيف فيريبل، يعني التارجت فيريبل هنا كواليتيف. كويس، يعني مثلا لو كانت تارجت فيريبل بتاعنا في الدراسه دي ممارسه الرياضه مثلا، هل انت بتمارس الرياضه ولا لا؟ معناها الفيريبل حق هنا كواليتيف فيريبل، دي الايكويشن دي فور A qualitative target variable. Qualitative target variable. هنا ممارسة الرياضة وعدم ممارسة الرياضة اللي هي proportion اللي هي population proportion. إذا بمارس الرياضة نسبة الممارسين للرياضة كم في المية؟
مثلا اذا كان مرسل الرياضه هنا 30% 0.3 معناها هنا بي 0.3 كيو كيو دي اللي هي 1 ماينس بي كيو دي هي 1 ماينس بي ايش يعني مثلا ممارسين للرياضه نفترض انه مثلا ممارسين للرياضه كانوا 0.3 كويس اذا كيو هتساوي 0.7 ايوه هي 1 ماينس كيو بتساوي دائما 1 ماينس 1 ماينس بي 1 ماينس بي دي بستخدمها 200 لما يكون التارجت فيريبل بتاعي كواليتاتيف يعني ممارسين للرياضه 30% اذا غير ممارسين للرياضه 70% اذا كانت القيمه بتاعت البوبوليشن بروبورشن غير معلومه طوالي انا بفترض انه بي هنا 0.5 كيو ديفنتلي حتكون 0.5 وبحسب بعد كده السامبل سايز Got it? طيب دي طريقة حساب السامبل سايز مستخدمة والآن لو استخدمتها في أي بحث وخديت المراجع الريفرنس بوريك لها بعد شوية ما في زول بيقول لك حاجة طيب النوع الجانب الثاني النوع العينة نفسه تايب اوف سامبل نوع العينة نوع العينة اللي هستخدمها ده كله عشان أنا بعدين أتحكم في السامبل ديزاين طريقة صحيحة وأتحكم بعدين في المارجن اوف ايرور لازم أستخدم العينة نوع العين السليم بالطريقه السليمه يعني مثلا عندي البروبابيلتي سامبل عندي العين العشوائيه البسيطه عندي العين العشوائيه المنتظمه عندي العين الطبقيه عندي العين العنقوديه اللي هي سمبل راندوم سامبل سيستماتيك راندوم سامبل سيرتيفايد سامبل كلستر سامبل كل واحده من ديل بيستخدمها في حالات معينه كويس بيستخدمها في دراسات معينه على حسب اهداف الدراسه بتاعتي يعني مثلا سيرفي هنعمله احنا ده مثلا بتاع الحجر الصحي واثره على الويت ده انا محتاج لعينه كبيره جدا معناها السيرفي حعمله على على السودان كله وانا هختار النوع الرابع من العينات اللي هي الكلستر سامبل كويس ده عندي ده هاي سيرفي السيرفي بالتالي هحتاج للنوع ده من العينات لو انا المجتمع بتاعي بدرس فيه مثلا طلاب في جامعه ممكن الطلاب في جامعه ممكن استخدم العينه العشوائيه البسيطه لانه دي تستخدم مع البوبوليشن لما يكون قليل او العين العشوائيه المنتظمه ايضا لما يكون البوبوليشن قليل او العين الطبقيه ايضا لما يكون البوبوليشن حجمه قليل اما البوبوليشن لو كان حجمه كبير جدا بيستخدم الكلستر سامبل طبعا العين العشوائيه البسيطه ايضا بيستخدمها لما يكون عندي البوبوليشن بتاعي توزيعه عشوائي والمنتظمه اذا كان التوزيع بتاع المجتمع بتاعي منتظم والعين الطبقيه طبعا دي افضل واحده اللي هي فيها جانب اللي هي فيها جانب الستيفيكيشن في نفس الوقت سامبل ديزاين يعني دي بتحل لك الحاجتين مع بعض الستيفاي سامبل بتعالج منها جانب بتاع السامبل ديزاين و الفيريابيليتي هي العين الطبقيه دي الستيفاي سامبل دي احسن واحده دائما تستخدم لما يكون عندك هاي فيريابيليتي في البوبوليشن يكون عندك هاي هوموجينيتي او هاي هيتروجينيتي في البوبوليشن استخدم العين الطبقيه ستراتيفاي سامبل كويس اذا كان مجتمعك متجانس ممكن تستخدم استخدم السمبل راندوم سامبل او سيستماتيك راندوم سامبل طبعا ما عارف المفروض كان نمشي اكثر من كده شويه الليله لكن نخلص ولا تنتظروني كده 5 دقائق اخلص ولا عندكم مداخلات ولا حاجه؟ لا افتكر لو خلصت بكون افضل عشان بكره يبدو يعني طيب. حاجه جديده طيب في سؤال هنا لحد هنا ما في سؤال صح واضح ما واضح ما في سؤال واضح طيب واضح واضح يا دكتور خلص لنا ان شاء الله طيب هنا استاذ ممكن دكتور ممكن ملاحظه بسيطه قول ايوه تفضل في العينه دي يعني الفرق بيناتهم شنو؟ العينه العشوائيه البسيطه والمنتظمه والطبقيه الاليه التكنيك بتاعها انا عندي كلام كثير هنا والله متى اصف هذه بسيطه ودي صح. منتظمه كلامك صح انا في عندي كلام كثير كنت عايز اقوله هنا لكن ما في وقت والله ما اعرف في كلام كثير جدا هنا بيتقال والله مهم شديد والله
في اخطاء شائعه. طيب معلش يا دكتور لازم تورينا لانه حته السامبلينج دي احنا اللي بتجيف لنا على اساس البحوث كلها هي الشغل ده استاذ والله لانه ايوه صح والله. حتى دكتور لو تواصل فيها بكره ذاته مهمه جدا. ببلش ولا ما تبلش؟ والله كلام صح. انا بقترح انه دبا يوم خلاص ممكن. ايوه ممكن. انا بس حقول هسه بعض الملاحظات وكمل بكره ثاني فيها. هي الحقيقه طبعا الفرق بين طبعا الفرق طبعا في مثلا من الاخطاء الشائعه في مجال السامبلينج هنا يعني مثلا بقول لك انا اخذت عينه عشوائيه في الدراسه بتاعتي معتمده على عينه عشوائيه. طبعا العينه العشوائيه دي هي اكثر عينه منظمه كويس وممنهجه في البحث العلمي. الناس بيفتكروا انه العينه العشوائيه دي كانك انت تعاملت مع المشاهدات او المفردات حقتك بطريقه عشوائيه. لا، هي بالعكس، العينه العشوائيه دي هي عينه منظمه جدا، لانه العينه العشوائيه معناها انت في العينه العشوائيه بتدي لكل مفرده نفس فرصه الاختيار مقارنه بالمفرده الاخرى. يعني بتدي حاجه اسمها ايكوال سامبل او ايكوال سامبل او ايكوال يونت سيلكشن. يعني اي مفرده في المفردات بتاعت المجتمع بتديها نفس فرصه الاختيار، نفس الفرصه بتاعت الاختيار تاخذها كل مفرده في المجتمع. عدم التحيز. ايوه عدم التحيز. هي يعني العينه العشوائيه دي هي اكثر عينه منظمه يعني يعني العمليه بتاعت طبعا هي بتعتمد على اختيار المفردات في العينه العشوائيه بيعتمد على الارقام العشوائيه، الأرقام التي يتم اختيارها بطريقة علمية بواسطة الحاسب الآلي أو باستخدام الأرقام العشوائية الموجودة في أي كتاب بتاع إحصاء. في نهايته كده دائما بيكون في راندوم نمبر تيبل كويس. فالعين العشوائية دي المجتمع مجاني برو. المجاني شنو؟ المجتمع بتاع العين. أيوة المجتمع لازم يكون متجانس في العين العشوائية. نعم. يعني مثلا في العين العشوائية البسيطة لازم المجتمع يكون متجانس، العين العشوائية المنتظمة يكون مجتمع متجانس. أما في العين الطبقية بالعكس دي تستخدم لما يكون مجتمع غير متجانس. يعني تواجه مجتمعك لو غير متجانس كويس تستخدم العين الطبقية لأنك بتعمل فيه ستراتيفيكيشن عشان تقلل بعدين الفاريابيليتي الطريقة اللي قلناها قبل. اما لو كان مجتمعك متجانس يعني مثلا انا عندي طلاب في كلاس في قاعه معينه عندي مثلا 100 طالب عايز اشوف المستوى الدراسي بتاع الطلاب دي. فانا بقدر اعرف من سيجما من الانحراف المعياري انه والله المستوى بتاع الطلاب ده متجانس ولا لا في ماده معينه. مثلا لو لقيت انه سيجما في ماده معينه سيجما صارت 20 درجه كم؟ 20 درجه كويس؟ في ماده معينه سيجما طلعت لي 20 درجه. هنا في تجانس ولا عدم تجانس عند الطلاب دي في الدرجات؟ ما في تجانس لانه سيجما لما تكون 20 معناها بين كل طالب والثاني في 20 فرق عالي. في تشتت عالي في الدرجات صح؟ تشتت عالي جدا في الدرجات. اذا لو لقيت انه درجاتهم متشتتة مناسب معاهم العين الطبقية مناسب معاهم العين الطبقية. أما لو جيت مثلا جيت عينت السيجما في الدرجات الطلاب دي لقيتها 5 درجات معناها الفرق بين كل درجة وطالب والثاني 5 درجات معناها مناسب معاهم العين العشوائية البسيطة أو العين العشوائية المنتظمة. أنا مناسب معاهم العين العشوائية البسيطة أو العين العشوائية المنتظمة. عرفتوا؟ وكل ما كان مثلا اللي عندي هاي سيجما معناها حمشي على الستراتيفاي سامبل. إذا لو كان المجتمع متجانس أيزر استخدم العشوائية البسيطة والعشوائية المنتظمة. طيب العشوائية البسيطة والمنتظمة شو؟ يعني أنا 200 بستخدم البسيطة و200 بستخدم المنتظمة. كويس؟ إذا المجتمع توزيع عشوائي ما منتظم يعني لو انا جيت يعني طبيعه المجتمع طبيعته توزيعه يعني التوزيع حقه يعني مثلا يعني التوزيع على المجتمع يعني مثلا انا جيت
الطلاب ديل لقيتهم قاعدين في قاعه بطريقه منتظمه، لقيتهم قاعدين كل طالب قاعد في درجه، وعندي انا مثلا خمسه صفوف كويس، كل صف فيه اربع طلاب وقاعدين في خمسه صفوف، كل صف فيه اربع طلاب. هنا معناها ديستريبيوشن بتاعهم هنا سيستماتيك، ديستريبيوشن بتاع الطلاب هنا كيف سيستماتيك، يبقى معناها المفروض انا اتعامل معاهم بالسيمبل بسيستماتيك راندوم سامبل. سيستماتيك راندوم شنو؟ سامبل. طيب اما لو كان توزيعهم عشوائي، يعني مثلا توزيعهم عشوائي كيف؟ يعني انا عندي طلاب موجودين مثلا في الكلاس الاول، في طلاب موجودين في الكلاس الثاني، وعندي مجموعه ثالثه عندي فيها برضه طلاب او خامسه في طلاب، وهنا ما في نمط بتاع توزيع معين للطلاب مناسب معاهم، استخدم شنو؟ العين العشوائيه. لذلك كلمه عشوائيه دي او السيمبل راندوم سامبل بتجي لما يكون التوزيع بتاع الطلاب غير منتظم. اما لو توزيعهم ثابت ستاتيك زي ده ومنتظم، اتعامل معاهم بسيستماتيك راندوم سامبل. طبعا التكنيك ذاته بتاع انا اختار كل مفرده من كل مجموعه زي من دي كيف، طبعا في السيستماتيك بيكون عندي حاجه اسمها انترفال. انترفال يعني يكون عندي معدل ثابت، يعني مثلا اختار الطالب الثاني لو الانترفال بيساوي 2 معناها اختار الطالب الرقم 4 وبعده نمبر 6 وبعده نمبر 8 وبعده نمبر 10 وهكذا لحد ما اكمل السايز بتاع السامبل. كويس؟ ده لو سيستماتيك معناها عندي كي انترفال، عندي انترفال ومعدل ثابت. اما الراندم مايز طيب يا دكتور والعين العشوائيه يا دكتور رياس، طيب الاول اول اول سامبل انا بختاره كيف السيستماتيك؟ يعني من اول واحد اول مفرده ممتاز، سؤال كويس. اول مفرده بختارها عشوائيا في السيستماتيك، اول مفرده بختارها بطريقه عشوائيه كيف؟ يعني ايزر امشي الكمبيوتر اقول له اديني رقم عشوائي، يديك رقم عشوائي يقول لك مثلا 125 معناها اول مفرده حتختار 125 يديك رقم عشوائي، او تمشي في الجدول بتاع الارقام العشوائيه، الجدول دائما في نهايه الكتاب بتاع الاحصاء، دائما اي كتاب احصاء بتلقى فيه الارقام العشوائيه، اول رقم بلاقيك ده هو الرقم العشوائي الاول. هي طبعا اسمها العين العشوائيه المنتظمه. مره في واحد سالني قال لي هي منتظمه كيف تكون عشوائيه؟ عشوائيه لانه اول مفرده انا بختارها بالطريقه العشوائيه اللي هي بستخدم فيها الارقام العشوائيه. فيها كلام كثير والله، السامبل سامبل تكنيك دي فيها كلام كثير شديد يعني، ودي حجر الاساس ذاته بالنسبه لكل صح والله، صح والله. طيب يا دكتور ما امشي منها سريع، انا صح باقي لي شرحتين بس، لكن دي فيها كلام كثير والله. فينا برضه انا عندي كلام يعني اقوله كثير، لكن حاولت اختصر الزمن بس، فما عارف نكمل بكره فيها. طيب يا دكتور، هل نوع العينه ايوه، هل الاختبار اللي انا هختاره بالعين نوع العين اللي انا هختاره على حسب الاختبار؟ مثلا هل هو معملي معلمي او غير معلمي او كده بيتاثر؟ كويس كويس، تاثر. ايوه سؤالك كويس، سؤالك كويس. طبعا ده نوع من العينات بيسموه probability sample، هو عينات احتماليه كويس. probability في نوع ثاني من العينات اسمها النون probability sample، تمام. طيب العينات دي يستخدموا معاها دائما حاجه اسمها parametric analysis اللي هو انا اخذته هنا فوق كويس، يستخدموا معاها parametric analysis. ليه اوريك ليه؟ لانه بيفترضوا الاحصائيين انه هذا النوع من العينات، هذا النوع من العينات بيحمل خصائص المجتمع، هذا النوع من العينات بياخذ خصائص ايش؟ المجتمع. والمجتمع دائما بارامتريك، يعني دائما نحن قلنا كبير في البوبوليشن، قلنا بيكون دايرين نعرف قيمه البوبوليشن بارامتر، صح؟ دايرين نعرف قيمه البوبوليشن بارامتر، فدائما البوبوليشن بيكون بارامتريك،
والعينات دي او البروبابيلتي سامبل دايما بتاخد خصائص لو اتاخدت بطريقه صحيحه بتكون مفرداتها بتاخد خصائص المجتمع. مفرداتها البروبابيلتي سامبل دايما مفرداتها بتاخد خصائص المجتمع، وبالتالي لما تكون بتاخد خصائص المجتمع والمجتمع دايما بيكون بارامتريك، لذلك بيستخدم معاها البارامتريك ستاتستكس. في نوع ثاني من العينات هنشوفه بكره كويس اللي هو يسموها النون بروبابيلتي سامبل. النون بروبابيلتي سامبل النون بروبابيلتي سامبل دائما مفرداتها ليس بالضروره تاخذ خصائص المجتمع. النون بروبابيلتي سامبل مفرداتها ما بالضروره تاخذ خصائص المجتمع، ليه؟ لانه ما مستخدمه فيها المنهجيه بتاعت البروبابيلتي equal to chance، يعني الـ equal chance selection دي ما موجودة فيها. الـ non-probability sample الـ equal chance selection ما موجودة فيها، لذلك ما بتشير دائما للمجتمع وإنما دائما نتائج تشير للسامبل بس. يعني النتائج دائما بتاعت الـ non-probability sample نتائج دائما بتشير للسامبل فقط، لذلك يستخدم معها نم بارامتريك ستاتستكس. كده بيستخدم معها هنا نم بارامتريك ستاتستكس لانه هي اصلا بطبيعتها ما بتشير للبوبوليشن وانما تشير نتائجها للعينه فقط. دي النوع الثاني اللي هو نم بارامتريك سامبل. عشان كده دايما بيجي مع البروبابيلتي سامبل دي بيجي معاها البارامتريك ستاتستكس، والنون بروبابيلتي سامبل بيجي معاها او بيجي معاها نون بارامتريك ستاتستكس او النون بارامتريك ستاتستكس. في سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال واضح ما شاء الله. طيب يا دكتور انا عملتها total coverage to the population ده يعطي نوع من السامبلينج. ده اسمه total survey. ده total survey ده اسمه census، ده ما اسمه سامبل. اوكي ايوه، طالما انت بتتعامل مع total population عملت total survey معناها ده انت بتتكلم عن ايوه مسح شامل. المسح الشامل ما هو السامبلينج. سامبلينج اللي هو انت بتاخد part from a total، العينة معناها أنت بتاخد جزء من كل. كويس؟ أيوه. أيوه يا دكتور. أيوه. يلا كلامك اللي أنت قلته ده بيعني إنه العينة في البارامتريك إنه إحنا ممكن نعممها، صح؟ يا سلام عليك. فعلاً. ما ممكن تدعمها. دي نقطة مهمة. دي نقطة الحقيقة الريبريزنتيشن اللي بعمله أنا أو الجنراليزيشن مسموح لي فقط في البروبابيلتي سامبل. الجنراليزيشن اللي بتكلم عنه او الريبريزنتيشن مسموح لي فقط في شنو؟ في البروبابيلتي سامبل. يعني في البروبابيلتي سامبل لانها بتكون فيها ايكوال تشانس سيلكشن لليونتس، وبالتالي خصائص المجتمع موجوده في السامبل، ممكن انا اعمم نتائج العين على البوبوليشن. لكن في النون بروبابيلتي سامبل النوع الثاني من العينات اللي هو العينات الغير احتماليه ما بقدر اعمم نتائجي على البوبوليشن، واما ما النتائج تكون خاصه فقط بالعين، يعني بنسيبها للعينه بس. يعني مثلا انا لقيت مثلا في استخدمت النون بروبابيلتي سامبل لقيت انه المين ويت مثلا 90 كيلو جرام، ما اقدر اقول والله البوبوليشن حقي ده المين بتاعي فيه 90 كيلو جرام، وانما بنسب ال 90 كيلو جرام للعينه فقط. طيب يا دكتور افتكر في فعاليه ثانيه المفروض تبدا الساعه 9. ايوه احنا جرينا لك. لا لا الناس ذاك حاسبين شديد والله. لا لا ما شاء الله الناس مستفيده جدا والحته مهمه. الله شاكرين جدا دكتور، مستمتعين جدا، جزاك الله ألف خير يعني. الله يبارك فيك.
يبارك فيك. بكره بكره بنيجي نكمل يا اخواننا ان شاء الله الميكروفيه دي جات دكتور ممكن كل الامتنان والله العظيم يعني الله يبارك فيك وان شاء الله يعني ان شاء الله تكون حياه مفيده. شكرا لك يا دكتور شكرا لك. نكمل ان شاء الله في الجزئيه دي ذاته ونخلص ان شاء الله ونخش برضه في الجانب العمل اللي بكره ان شاء الله. طيب كده نكون وصلنا لنهاية اليوم الثاني من دورة مهارات فن وإدغان التحليل الإحصائي لإجراء البحوث العلمية المقدمة دكتور إياس جعفر تطوعا عبر منصة الباحثين مبادرة الباحثين السودانيين. نشكر كل الحضور المسجلين للدورة وكل الناس التابعونا عبر منصة مبادرة الباحثين السودانيين في الفيسبوك. أبقوا عافية ونشوفكم بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خير.